نعم، الأخوات أولا أود أن أرحب بكن وبكم وأشكر الذين حضروا معنا في هذا اللقاء لكي لا يكون نسائيا بامتياز، ولكي نبرز من خلالهم على أن قضية النساء هي قضية مجتمع. مرحبا بكم في مجلس المستشارين في هذا اليوم الدراسي الذي أعرف على أن كنا مهتمات به وبتتبعه منذ أن بدأنا النقاش حول مشروع قانون العنف ضد النساء 103/13. أولا أود أن أقول لكن أخواتي سيداتي الحاضرات مرحبا بكن، مرحبا بالرائدات في الحركة النسائية، مرحبا بك أستاذة بناني فريدة التي تحضرين معنا اليوم كخبرة في إطار تتبع قضايا النساء، مرحبا بالأستاذة عيشة الخماس كذلك المناضلات في ربيع الكرامة، كذلك نرحب بالأخوات في منتدى الزهراء، نرحب بكم كنا ومن خلال كنا نرحب بكل النساء وبكل النساء في كل الإطارات السياسية والجمعوية. يندرج لقاؤنا اليوم هذا اليوم الدراسي في إطار السياسة التي اتخذها مجلس المستشارين، وهي سياسة الانفتاح على المجتمع المدني ومناقشة كل قضايا بطريقة تشاركية، لأننا نعتبر أن من النقاش يمكننا أن نخرج بخلاصات جيدة وقيمة التي تجعلنا نسير إلى الأمام. نحن وددنا وكان هدفنا من هذا اللقاء أن نستمع إلى آرائكن في إطار استشارة موسعة. أعرف أن هنا وجوها متعددة، الأخت فاطمة المغناوي التي كانت بدأت في قضايا العنف ضد النساء منذ سنوات، نعرف بأن هذا الموضوع هو موضوع في جدول أعمالكن في صدارة جدول أعمالكن، ونريد أن نستمع إليكن ونقول لكم نريد من هذا اليوم أن يكون نقاشا مثمرا كما عهدناكم به، ونقول لكم على أننا كلنا آذان صاغية لكل المتدخلين والمتدخلات. إذن قبل أن نبدأ البرنامج أريد أن أعطي الكلمة للسيد رئيس حكيم بن شماش الذي هو كذلك سهر وأراد وكانت له رغبة أن يكون هذا اللقاء اليوم لكي نستمع لبعضنا البعض، وأعطيه الكلمة باسم مجلس المستشارين وباسم المستشارات والمستشارين. شكرا. شكرا سيدة الرئيسة محترمة، سيدات والسادة ممثلات وممثلي القطاعات الحكومية، سيدات والسادة ممثلات وممثلي المؤسسات الوطنية، لأنه حسب البرنامج كاين مؤسسات دستورية وطنية حاضرة معنا، سيدات والسادة ممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني وفي طريعته منظمات النسائية. سعيد جدا بأن نشارككم هذا اليوم الدراسي. أريد التذكير هذا ماشي أول يوم دراسي تحتضنه هذه القاعة حول قضايا ومواضيع تتعلق بالنساء وتتعلق بطموحنا الجماعي الوطني إلى إقرار المساواة والمناصفة كما جاء بها دستور المملكة المغربية. للتذكير فقط خلال غير هذه السنة فقط احتضنت هذه القاعة بالذات احتضنت على الأقل ندوتين وطنيتين هامتين. الأولى احتضن فيها المجلس المستشارين الاجتماع لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية
بشراكة مع مؤسسة وينستمينستر للديمقراطية وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية، وكان موضوع الندوة اللي نظمناها يوم 8 مارس من هذه السنة، كان الموضوع ديالها هو الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري. بعد ذلك كانت عندنا كذلك ندوة في هذه القاعة، أتذكر بأن منظمة المرأة الاستقلالية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية هو اللي كان هما اللذان كان مبادران إلى تنظيمه في إطار فعاليات وطموح مجلس المستشارين إلى الانفتاح وإلى التفاعل مع أسئلة وتطلعات وقضايا المواطنات والمواطنين المغاربة. وكان الموضوع ديال الندوة هو مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز. أذكر كذلك أو أذكر كذلك بأن مجلس المستشارين تجاوبا مع منظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة كان انخرط في الحملة الدولية اللي تتنعقد بمناسبة شهر نوفمبر من كل سنة للتحسيس بأهمية مناهضة العنف ضد النساء. لماذا أذكر بهذه الأنشطة؟ ماشي من باب التباهي، لأنه ليس هناك ما يستحق أن يتباهى به، ولكن كنذكر به على أمل أنه نستحضروا في النقاش اليوم ونبنيوا النقاش اليوم على تراكم النقاش حول القضايا المتعلقة بالمرأة وبالمساواة وتحديدا العنف ضد النساء. ما احنا شيء غادي نبدأه من الصفر، هناك واحد تراكم من النقاش عمومي وطني في مستويات مختلفة، ومنها النقاش الذي احتضنه هذا المجلس. ولذلك فأنا سعيد جدا بأن أشارككم هذا اليوم الدراسي اللي في الحقيقة خدينا فيه القرار على مستوى المكتب تجاوبا معكم، لأنه وصلت مراسلات واتصالات، وتجاوبا كذلك مع عدد من الفرق والمجموعات في البرلمانية. وقد تبلورت لدي القناعة، تبادلتها مع السي حميد قبل قليل، هذه القاعة قاعة ندوات ربما تستحق أن نغير اسمها لكي تصبح قاعة النساء المغربيات المتطلعات إلى قدر معقول من الكرامة ومن المساواة. طيب حضرات سيدات، حضرات سيدات والسادة المحترمين، أنا كنت وجدنا واحد المداخلة، غادي نمشي مباشرة صلب الموضوع. النقاش حول العنف أو حول مكافحة العنف ضد النساء هو نقاش عالمي، عندنا فيه رصيد هائل من الأدبيات ومن الوثائق ومن المرجعيات الأممية وإحصائيات ومعطيات وتقارير كثيرة، كلها تدل بأن العنف الممارس ضد النساء صحيح هو مشكل عالمي كاين في مختلف الدول وفي مختلف الأنساق الثقافية، ولكن كاين بصفة خاصة في المغرب ما يبعث على القلق والقلق الكبير. انطلاقا من هذا الرصيد ديال الوثائق الموجود حول العنف حول العالم، العنف ضد النساء، أنا استخلصت خلاصتين أو قناعتين أمميتين. من حسن حظنا أننا في المغرب عندنا نسيج قوي ديال المجتمع المدني والمنظمات النسائية تغلغلت في وسطهم وفي وسط المجتمع المتطلع إلى أنه يتقدم إلى الأمام، تغلغلت كذلك هذه القناعات الأممية. القناعة الأولى أن ما تعيشه العديد من النساء اليوم من عنف داخل الأسرة وفي العمل والأماكن العامة يعرف تزايدا مستمرا بالإحصائيات وبالأرقام، كاين واحد المنحة متصاعد في المؤشرات وفي الإحصائيات المتعلقة بالعنف بشتى أنواعه الممارس ضد النساء خصوصا في السنوات القليلة الماضية، وهذا العنف المتزايد اتخذ أبعادا خطيرة.
والقناعة كذلك الأممية للتبرورات أن هذا العنف لم يعد يشكل فقط تهديدا للسلامة الجسدية والنفسية للمرأة، ولكن أصبح أحد الأسباب العميقة التي تؤدي إلى خراب البيوت والتي تؤدي إلى تدمير الأسر وبالنتيجة حتى المجتمع. هناك كذلك في إطار استخلاص الخلاصات من النقاش العالمي ومن الرصيد الوثائقي الأممي، هناك قناعة هي الإقرار بأن العنف ضد النساء يشكل، بالإضافة لما سبق لي أنشط إليه، يشكل أحد المعيقات الأساسية التي تحول دون تحقيق المساواة، ولكن أيضا دون تحقيق التنمية في وقت لم يعد فيه السياق الدولي ولا حتى الوطني من ناحية الدستورية ومن ناحية السياسية يسمح بالتعايش وبالتطبيع مع استمرار هذه الثقافة التي تستهدف المرأة والنساء بشتى أنواع العنف. واسمحوا لي يمكن نكون عندكم شوية ثقيل، غادي نعاود نذكركم ببعض الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالعنف الممارس ضد النساء، وأنا على يقين بأن السيدات الجالسات حول هذه الطاولة وفي هذه القاعة عارفين هذه الإحصائيات، ولكن نذكر بها على أمل أننا نزيد شوية من جرعة الوعي الشقي اللي خصو يتبلور عندنا بخصوص المخاطر المحدقة بالمجتمع المغربي وبمسيرة النهضة التي يطمح إلى تحقيقها على كافة المستويات. كاين أرقام كثيرة كثيرة جدا متعلقة بتعرض النساء لمختلف أشكال العنف وما يصاحبه من اغتصاب وعنف عائلي وجسدي، ولكن ذكر بجوج الخلاصات استخلصتها من قراءتي الإحصائيات مذكورة في التقارير ديال الأمم المتحدة وديال منظمة الصحة العالمية وحتى في البيانات ديال البنك الدولي. الخلاصة الأولى أن الخطر اللي كيتعرضوا ليه النساء من جراء العنف وما يصاحبه من اغتصاب وعنف عائلي أكبر من الخطر الذي تتعرض له النساء بسبب السرطان وحوادث السير والحرب والملاريا. وهذه المقارنة دالة، ضحايا السرطان وحوادث السير والحرب والملاريا أقل بكثير من ضحايا العنف بشتى أنواعه. ثانيا، استفحال ظاهرة العنف ضد النساء على الصعيد العالمي. الخلاصة اللي كتركز عليها المنظمات كلها تتقول بأنه استفحال العنف يعود ماشي أساسا ولكن واحدة من الأسباب العميقة، استمرار العنف يعود إلى ضعف العقوبات الزجرية التي تفرض على مقترف العنف الجنسي على المرأة نتيجة وجود ثغرات قانونية، ولأن الاقتصار في الغالب الأعم يكون على عقوبات زجرية وتأديبية دون توفير آليات حقيقية حمائية ووقائية وزجرية. اسمحوا لي أن أعود بكم إلى بعض الأرقام المخيفة اللي عندنا في المغرب. نمشي للتقرير ديال مكتب الأمم المتحدة للمرأة في المغرب صدر في نوفمبر 2016، والأرقام اللي غنذكركم بها ما غتكونش تغيرات، يمكن تكون تغيرات زادت ما نقصتش من المؤكد. حسب التقرير ديال مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب خلال نوفمبر 2016، بلغ عدد النساء المغربيات اللي تعرضوا للتعنيف والتحرش بالأماكن العامة 2.4 مليون امرأة مغربية. التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء كشف عن تسجيل 38318 حالة عنف ضد النساء في سنة 2014 فقط. هذا التقرير كيبرز كذلك أن الحالات تتوزع على 14400 حالة توضع في حانة العنف النفسي و8743 حالة في إطار العنف الجسدي، 1770 حالة ضمن العنف القانوني، 12561 حالة في خانة العنف الاقتصادي، و8848 حالة في إطار العنف الجنسي. هذه سنة 2014 فقط. الصادم في الأرقام اللي كشف عليها المرصد الوطني للعنف ضد النساء هو أن أكثر من 80% من النساء المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 19 و 48 سنة،
وأكثر من 46% من النساء اللواتي تعرضن لمختلف أشكال العنف هن متزوجات. وما يقارب 25% أرامل، وأكثر من 50% ليس لهن سكن مستقل، و 23% تعيشن بشكل مستقل. آخر نتائج البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء بالفضاءات العامة بالمدن المغربية سنة 2009، وما تكونش الأرقام تغيرت إلا إن لم تكن قد تفاحلت وتفاقمت. آخر الأرقام تشير إلى أنه من أصل 5.7 مليون امرأة بالمدن تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، تعرضت ما يناهز 2.3 مليون امرأة من بينهن، أي أكثر من 40% من النساء المغربيات في فضاء عام، في الفضاءات العامة بالمدينة، تعرضنا لفعل واحد على الأقل يصنف ضمن أفعال العنف. البحث ديال المندوبية السامية للتخطيط يشير كذلك إلى أن النساء ضحايا العنف بالفضاءات العامة بالمدن تنتمي إلى جميع الفئات العمرية وجميع الفئات المجتمعية. أرجوكم وخا تكون عندكم ثقيل عليا شويكم، ولكن نذكر بعض الأمور مخيفة. إحصائيات ديال أش سي بي، شنو تقول أش سي بي؟ تقول لعل أقل ما يمكن أن توصف به النسب والنتائج التي تضمنها نتائج البحث أنها صادمة في كثير من معطياتها ونسبها، خصوصا الأرقام حين تشدد على أن الإعاقة، يعني المرأة تكون عندها مشكل ديال الإعاقة لا تقل المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من التعرض للعنف بالفضاءات العامة، مما يؤكد بأنه كاين مشكل يعني عميق في النسيج الثقافي وفي التمثلات ديال المغاربة، لا الثقافية ولا الدينية. لأنه ملي كتعرض سيدة عندها إعاقة للعنف وأن الإعاقة ما كتحميهاش، معناه أنه كاين خطر، كاين ما يستوجب دق ناقوس الخطر. كنضيف مسألة أخرى كتقولها أش سي بي، كلما ارتفع مستوى تعليم النساء زاد معدل انتشار العنف في صفوفهم. هذه خاص السوسيولوج يشرحوها. علاوة على ارتباط تغير مستوى معدل انتشار العنف حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها المرأة خارج المنزل، وكيف أن المرأة ليس بمقدورها وفي المدن كما في البادية ولوج الفضاءات العامة، وما تقولش شي وحده راني لابس جلابة معناها أنه غادي نحمي راسي من العنف. كذلك من الأمور الصادمة أن الزواج لا يبدو عاملا محصنا للمرأة ضد العنف في الفضاءات العامة، ولكن يمكن اعتباره على الأكثر عاملا مخففا، شوية كيخف شوية إلى أي حد، ما عندناش مسطرة نقيسوها، ولكن الزواج ما كيحميش المرأة من العنف. وخلاصة أخرى هي أن العنف ضد المرأة في الفضاءات العامة بالمدن يهم بصفة خاصة الشباب سواء كضحايا أو كمعتدين. نزيد شوية، نسرع شوية في هذه الإحصائيات. هناك أرقام أخرى وفق المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل أو المصالح الأمنية، وفي مقابل هذه الأرقام الرسمية تشير عدة تقارير حقوقية إلى أن 6.2 مليون امرأة مغربية من أصل 9.5 مليون ما بين 18 و64 سنة يتعرضن للعنف، أي 62.8%. هل تكفي هذه الأرقام للقول بأننا إزاء واحد القانون اللي كاين في المناقشة اليوم مجلس النواب؟ ماشي قانون عادي، قانون يمكن مفصلي في المعركة الوطنية ديال الوطن من أجل إقرار، ولو لا أقول القضاء على العنف لأنه واهم من يعتقد بأن العنف ممكن نقضي عليه، لأسباب في الإجمال مرتبطة بالنسيج الثقافي ومرتبطة بنمط معين من التمثلات الدينية. طبعا غادي نكونوا جاحدين ولازم نذكروا بأنه كاين خطوات، كاين إنجازات حققتها بلادنا، وليس مدعاة للافتخار أو للزهو إذا ذكرنا بأن المغرب من بين الدول
في المحيط ديالو الإقليمي السباقة إلى الاهتمام بموضوع محاربة ظاهرة العنف ضد النساء. الفضل في ذلك يعود إلى العمل الجبار الذي قامت به منظمات المجتمع المدني منذ بداية التسعينات على الأقل، وكذلك الاهتمام والمواكبة ديال المؤسسات الحكومية، مش ما نكونوش يعني كنشوفوا غير النصف الفارغ من الكأس، من خلال عدة برامج ومبادرات وحملات تحسيسية تهدف كلها إلى مقاومة هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها. وما فيها بس نذكر كذلك بأن بلدنا راكمت من خلال ذلك تجربة مؤسساتية ومدنية رائدة على صعيد العالم العربي إلى استثنينة تونس اللي يظهر أنها فاتتنا في هذا المجال. وقد كان لمجلس المستشارين شرف يعني تنظيم يوم دراسي بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل أيام قليلة، طلعنا فيها على التجربة التونسية فيما يتعلق بقانون مكافحة النساء. كذلك نعم العنف ضد النساء، شنو قلت انا؟ مكافحة النساء، مكافحة النساء، مكافحة العنف ضد النساء. وين فهمتوا؟ وين فهمتوا؟ مكافحة او محاربة كاع. مهم جدا عندنا واحد المكسب بالإضافة إلى دينامية المجتمع المدني ومواكبة المؤسسات الوطنية والحكومية، عندنا مكاسب مهمة جدا ينبغي البناء ماشي نذكروا بها مرة أخرى باش نسجلوا نقاط يعني في باب الافتخار، ولكن من باب اعتبارها رصيد يمكن البناء بل يجب البناء عليه. كاين أولا الالتزامات الدولية المترتبة على مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة صيدا، والبروتوكول الملحق بها، كذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وأيضا ما يسمى بمنهاج عمل بيجين 1995 بالمحاور ديالو الـ12 والأهداف الإنمائية الثالثة وغيرهم من غيرها من الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وطبعا والمقتضيات ديال دستور المملكة المغربية اللي كينص في الديباجة ديالو على حظر كافة أشكال التمييز وعلى الحق في السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد، وكذلك الفصل 22 اللي كينص على عدم جواز المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة، إضافة إلى إقرار الفصل 19 بمبدأ المناصفة من خلال التنصيص على إحداث هيئة المناصفة إلى غير ذلك. هذه منجزات، ولكن تبين يعني قراءتها في ضوء الأرقام المتعلقة بانتشار مساحات العنف بكافة أشكاله ضد النساء يمكن توصلنا لواحد الخلاصة. لا أعتقد أننا نحتاج إلى مجهود كبير باش نقنعوا بعضياتنا بأن حقيقة موجودة يمكن لمسوها كيف ما كان لمسوها هذا الميكرو، هو أن المعركة يعني ضد مكافحة العنف ضد النساء هي معركة طويلة المدى، وستكون مما لا شك في ذلك معركة طويلة المدى للاعتبارات اللي تكلمت عليها المتعلقة بثقافة وتمثلات الدينية. احنا علاش نضمنا هذا اليوم دراسي كيف قالت السيدة الرئيسة؟ لأنه نتقاسم معكم الوعي بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفة، نتقاسم معكم كذلك الوعي بأن الانعكاسات ديالها السلبية خطيرة على المجتمع، ونتقاسم كذلك الوعي بأن هذا الموضوع مكافحة العنف ومواجهة العنف من خلال قانون في مستوى تطلعاتنا في المستوى الالتزامات الدولية الحقوقية لبلادنا هي مسؤولية مشتركة ما بين كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني إلى غير ذلك. ولكن أيضا ننظم هذا اليوم الدراسي على أمل أنه نبرر وسط مجلس المستشارين قناعة بأن هناك ما يستوجب يعني إدخاله كتعديلات على مشروع القانون الذي بين أيدينا. مشروع القانون اللي تكلمت عليه السيدة الرئيسة الهدف دياله النبيل المعلن هو محاربة هذه الآفة، ولكن قرنا وسمعنا وقرنا الرأي ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمواقف المعبر عنها من طرف عدد من المنظمات الدولية وتبرورت قناعة بأن هناك فعلا
ما يستوجب يعني إعادة النظر وتطويره كتدابير في هذا القانون. أرجو يعني أن يفضي هذا اليوم الدراسي يعني من خلال القراءة مسؤولة ونقدية ترمي إلى البناء لمشروع القانون اللي هو مطروح على جدول أعمال مجلس المستشارين، يعني أن يفضي إلى شيء ملموس يمكن يتوزع على الفرق البرلمانية والمجموعات باش تأخذها بعين الاعتبار أثناء الشروع في مناقشة المواد ديال هذا القانون وصياغة التعديلات الضرورية. صحيح هناك إيجابيات كثيرة، لكن كيظهر أن رغم ما يحمله هذا القانون مشروع من إجراءات زجرية وتدابير حماية، فيظهر أنه لا يخلو من سلبيات حسب ما جاء في العديد من تقارير المنظمات الدولية وتقارير جمعيات المجتمع المدني وكذلك الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللي أشارت من بين أمور كثيرة أشارتها إلى إغفال مشروع القانون للعديد من القضايا من قبيل تجريم الاغتصاب بين الجنسين بين الزوجين رغم تزايد عدد الشكايات بهذا الخصوص، وإغفاله كذلك المطالب المتعلقة بمراجعة المقتضيات الخاصة بالإجهاض من خلال إباحته في أحوال معينة من بينها زنا المحارم، اغتصاب القاصرات أو جرائم الاغتصاب المتبوع بالحمل، وإغفال تجريم زواج القاصرات دون الحصول على إذن قضائي، خاصة وأن المشروع عاقب على الإكراه في الزواج، ولكن يظهر أنه أغفل التنصيص على عقوبات خاصة في إطار محاربة العنف الاقتصادي الذي تتعرض له عديد كبير من النساء بسبب الأعراف والتقاليد والنظرة الدونية للمرأة، ولا سيما في حالات حرمان النساء من الإرث أو التصرف في ممتلكاتهن المملوكة على الشيعة. أختم هذه الكلمة البسيطة بتلاوة فقرة دالة جاءت في الرسالة ديال Human Rights Watch. أنا توصلت بهذه الرسالة، صفتوا لي هذه الرسالة، فيها واحد الفقرة دالة يعني تفيد بأن وهي تستعرض المجهودات اللي دارت على صعيد عالمي من طرف البرلمانات لإقرار قوانين مكافحة العنف ضد النساء. في هذه الرسالة هناك ما يفيد بأن المغرب لديه الآن فرصة تاريخية باش يدير قانون في مستوى تطلعات ماشي النساء المغربيات فقط، ولكن المجتمع الطامح إلى إحراز المزيد من الخطوات، وأن المغرب بسبب قوة وأهمية الأوراش والديناميات الإصلاحية اللي فتحها ومازال فتحة في عدة مجالات، الشروط فيه اليوم ناضجة إلى المستوى الذي يؤهلنا أنه يكون عندنا فيه قانون يلبي طموحات النساء المغربيات ويلبي طموحات المجتمع، وكذلك قانون متلائم مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. شكرا سيدة الرئيسة، وشكرا لكم كذلك على الاستماع. شكرا سيد الرئيس. إذن قد نتفق على التشخيص وعلى وضع النساء والعنف الذي يمارس عليهم، ونتفق جميعا كنساء وكمنظمات المجتمع المدني وكذلك أحزاب سياسية على أننا في حاجة اليوم إلى قانون يحمي النساء ضد العنف. إذن من هذا المنطلق نحن في هذا اليوم استدعينا ممثل السيدة الوزيرة، استدعينا السيدة الوزيرة لكي تحضر معنا ولكي نتناقش معها وكي يعني تستمع إلى رأي المجتمع المدني ونظرا لالتزاماتها. فهي وفدت السيدة سليماني الهواري أمينة لكي تتكلم باسمها، كما يحضر معنا كذلك ممثلة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي البرنامج كنا كذلك بعثنا مراسلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
لكي يحضرون معنا كرأي، لكن هم إلى حد الآن لم تتم استشارتهم، ولكن حاضرت معنا السيدة نادية السبتي، فإذا أرادت أن تتفاعل مع المداخلات سوف تأخذ الكلمة كذلك من أجل التعبير عن رأي المجلس. كما نشكر السيدة أمينة لطفي ممثلة أونيفام بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة التي تنسق البرنامج، وهي متواجدة في الرباط، وتنوب على السيدة ليلى الرحيوي في هذا اللقاء. إذن سأبدأ بكلمة الوزارة، وزارة التضامن والمساواة، الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فلك الكلمة سيدة أمينة، وهي رئيسة قسم المرصد الوطني للمرأة. شكرا سيدة الرئيسة، سيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، سيدات والسادة المستشارات والمستشارين، وكذلك ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، المناضلات الأخوات من مختلف هيئات المجتمع المدني على مختلف يعني بمختلف المشارب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا لابد أن أعرب عن سعادتي بأن أتوجه باسم وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بعبارات الشكر لمجلسكم الموقر ولكافة الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس التي كانت يعني وراء هذه المبادرة، وكذلك نشكركم على هذا الإشراك، متمنين صادقين أن يتوج هذا اللقاء الدراسي بالتوفيق والنجاح، وأن يكون لخلاصته يعني ما بعد في إمكانية تجويد النص في حدود الإمكان، وكذلك أن نتوصل بخلاصة عملية تتسم بالدقة فيما يرتبط بموضوع المناقشة، وهو تحليل ومناقشة قانون رقم 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. كذلك هي مناسبة نؤكد على حرصنا المشترك في الوزارة ومعكم لارتقاء بحقوق النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف والتمييز، وعلى التفاعل الإيجابي مع جميع مبادرات المؤسسة التشريعية الرامية إلى تعميق النقاش حول مختلف القضايا ذات صلة بمجالات اشتغال الوزارة، سواء في إطار هذا القانون أو غيره. لابد أن نستحضر في مستهل هذه الكلمة أن الحديث عن العنف والتمييز ضد النساء تفرضه بالدرجة الأولى مسؤولية التعاطي مع مختلف المؤشرات المقلقة المرتبطة بالموضوع، والتي سمعنا يعني منها الكثير في كلمة السيد الرئيس، والتي هي نابعة من خلال كل ما أنتج في مجال تطوير المعرفة بهذا المجال، كما أنه تناول كذلك لابد أن نستحضره يندرج في سياق وطني مطبوع بإصلاحات هيكلية، سواء الجيل الأول من الإصلاحات التي عالجت مجموعة من مظاهر التمييز ولا مساواة، وقلصت نسبيا من حجم العلاقات الغير المتكافئة بين النساء والرجال، نذكر هنا بالأساس قانون الأسرة، قانون الجنسية، مدونة الشغل وكل القضايا التي عالجها، أو يعني الدينامية التي رافقت تفعيل مقتضيات الدستور، والتي مكنت من انتقال من التبني الصريح للقيم والمعايير الكونية ذات الصلة بحقوق النساء إلى مباشرة ترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع في مختلف السياسات والبرامج القطاعية ومبادرات تشريعية، يعني مجموعة من مبادرات في هذا المجال اللي هي دالة. كذلك لابد أن نستحضر ونحن نناقش هذا المشروع أن المغرب حارس دائما على العمل بمنهجية تشاركية متواصلة من أجل تعزيز روح التعاون والحوار البناء ويعني الصريح لصالح قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وقضية المرأة بشكل خاص، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. دسرت سمو الاتفاقيات الدولية بالنسبة للقانون الوطني، حظر محاربة كافة أشكال التمييز وتكريس الاعتراف بالتعدد الثقافي، تجريم التعذيب والاعتقال التعسفي وغيرها، يعني بالموازات مع قرار المملكة الانفتاح على كل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، كان من بين ثمرات هذه المقاربة التشاركية، وشكلت منعطفا حاسما أكيد سيعزز الالتزام الإرادي والملموس للمملكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
على الصعيد الوطني كذلك لابد أن نستحضر أن هذا القانون ليس منعزلا، بل تعززه قوانين أخرى عالجت وضعيات كثيرة من مظاهر التمييز ضد النساء. نذكر في هذا السياق إصدار القانون التنظيمي للمالية على اعتبار ما تضمنه من التزامات باستحضار مقاربات النوع ومؤشرات قياس النجاعة والآثار على واقع النساء، والذي سيكون له ما بعده في تجويد تخطيط المنبني على يعني النتائج وكذلك المدرج لاحتياجات المختلفة النساء والرجال. لا سيما وكذلك مؤخرا يعني نستحضر قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، قانون مجلس استشاري للأسرة والطفولة، نستحضر كذلك أننا في سياق نتوفر على قانون تشغيل العمال المنزليين، كذلك هناك مراجعة للقانون المؤطر لمؤسسة الرعاية الاجتماعية لأن له علاقة بمراكز الإيواء المؤقت للنساء ضحايا العنف، كما نستحضر مجموعة من الإشكاليات التي عولجت مثلا في قوانين أخرى كقانون 7703 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي تضمن مقتضيات ذات صلة بإعمال مقاربة النوع وكذلك بمحاربة الصور النمطية تجاه النساء. نستحضر كذلك أن هذا القانون يأتي في مناخ مؤسساتي غني بعمل مؤسسات وطنية وهيئة دستورية ذات صلة، والأكيد أن العمل ديالها هو له أثر بليغ في تحسين وضعية النساء وفي محاربة كل أشكال التمييز ضدهن. على الصعيد الدولي لابد أن نربط مشروع محاربة العنف ضد النساء بالدينامية التي يسعى من خلالها المغرب للوفاء بالتزاماته الدولية، سواء من خلال يعني مصادقته على اتفاقيات وعهود دولية كاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وكذلك الانخراط الإيجابي في تفعيل مسلسل أو هدف التنمية المستدامة، فضلا عن التفاعل يعني الإيجابي الذي كان مع مجموعة من الفرق ومنها استقبال فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء في التشريع والممارسة والتفاعل مع التوصيات الأممية في هذا الشأن. الحضور الكريم، حجم الإصلاحات والأوراش متعددة، بطبيعة الحال لن تستطيع أن تحجب عنا المؤشرات المقلقة كما ذكرت بخصوص واقع النساء، وهو ما جعل مواجهة العنف والتمييز انشغالا حكوميا ومجتمعيا متناميا وقويا لارتباطات الظاهرة بحيوية البناء الديمقراطي عامة، على اعتبار أنه لا ديمقراطية بدون ترسيخ حقوق الإنسان، ولا ديمقراطية كذلك بدون مساواة بين الجنسين وبدون تحقيق شروط الكرامة للجميع نساء ورجالا. وعليه فحرصنا لتطويق العنف ضد النساء كأحد مظاهر التمييز وكان نتيجة علاقة غير متكافئة بين الرجال والنساء ينبني على منهجية شمولية وعلى مبادئ معيارية أسس لها الدستور الجديد للمملكة. فظاهرة العنف والتمييز الذي يطال النساء متعدد الأبعاد، وبالتالي فالمعالجة كذلك يجب أن تكون متعددة الأبعاد ومتعددة المداخل. تزاوج هذه المعالجة بين المدخل التربوي والثقافي بالأساس، وهو يعني الذي يتطلب إحداث ثورة ثقافية يعني تغيير السلوك وتغيير العقلية في هذا المجال، ويزاوج كذلك ويربط المدخل القانوني اللي مفروض أن يوفر الحماية اللازمة للأفراد وكذلك سلامتهم وضمان الولوج للعدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب. كل هذا موازاة مع مدخل آخر أساسي، وهو ضرورة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء في مختلف مستويات التمكين، سواء مستويات التمكين الذاتية أو مستويات التمكين الجماعية. هذا المنظور هو الذي حاولنا أن نترجمه في الخطة الحكومية وسابقا في الأول استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء وفي الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة. إذن ترجم في الخطة الحكومية للمساواة إكرام سواء في نسختها الأولى أو النسخة الثانية، والتي ربطت بين محاربة المظاهر العنف والتمييز بتحقيق المساواة في الحقوق والمسؤوليات والإمكانيات والفرص، وبين كذا سواء في المجال العام أو المجال الخاص. إذن هذه إشارة لا نريد من خلالها يعني جرد كل المبادرات المتخذة التي تميز بها السياق المغربي، وإنما نريد نهدف من خلالها التأكيد على أن
التعاطي مع ظاهرة العنف والتمييز هو يجب أن يكون وفق نهج شمولي، وأن المغرب قد طور تجربة متقدمة لحماية النساء من العنف وكان سباقا على الصعيد الإفريقي وكذلك على الصعيد العربي لبلورة أول استراتيجية وطنية بمحاربة العنف ضد النساء، وبالتالي هو بلد أجدر بتوفره على نص قانوني معياري يدعم هذه المبادرات ويخلخل بأبعاده المختلفة سواء الأبعاد البيداغوجية أو الحمائية أو الزجرية منظومة القيم التي لا زالت تقبل بالعنف والتمييز. مناقشة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في شكله الحالي تلزمنا منهجيا بضرورة إحاطتكم بمسار إعداده والذي اتسم في تقديرنا الخاص بطوله الزمني من جهة وبتعدد الفاعلين المساهمين في مسار بلورته وتقعيده من جهة أخرى. فكما لا يخفى عليكم اشتغل القطاع الحكومي المسؤول على ملف المرأة على ذات الموضوع لما يناهز 11 سنة إلى ما خانتنيش الذاكرة بغاية إنتاج وثيقة مشروع قانون يحظى بأكبر قدر من التوافق بين مختلف الفاعلين الأساسيين المساهمين في مسار إنتاجه. هو المسار الذي ساهمت في تحريكه أكيد هيئات ومنظمات المجتمع المدني من خلال المرافعات وتقديم مذكرات والدراسات والآراء، وهو ما ساهم بدرجة كبيرة في إغناء المشروع بمجموعة من المقتضيات المستجدة، كما أسهم في تعميق النقاش العلمي الهادئ في مجموعة من القضايا الأخرى المطروحة للتداول القانوني إثر مناقشة مسألة توفير إطار قانوني يوفر الحماية اللازمة للنساء من العنف بمختلف أشكاله. وهكذا عملت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وفاء التزاماتها سواء في البرنامج الحكومي أو في خطة إكرام على إعطاء نفس جديد لهذا المسار باعتماد مقاربة شمولية قوامها الأساس ترصيد مختلف التجارب السابقة من استشارات ودراسات وكذا من إراء ومذكرات أكانت سابقة لسنة 2012 أو لاحقة لها، لا سيما المذكرات المتوصل بها من قبل مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية سنة 2012 و2013 وذلك بشراكة قطاعية يعني مع وزارة العدل والحريات لإنجاز مشروع وثيقة القانون وعرضها على أنظار المجلس الحكومي في 7 نوفمبر 2013 ليصادق عليها في المجلس الحكومي بعد 3 سنوات تقريبا بتاريخ 17 مارس 2016 لتتم إحالته على الغرفة الأولى بالبرلمان التي صادقت عليه في 20 يوليو 2016 قبل أن يحيله مجلس النواب على مجلس المستشارين الذي عرض على ما أظن بتاريخ 2 غشت وشرع بمناقشته مناقشة عامة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر في انتظار استكمال مسار المصادقة عليه. لقد شكل هاجس توفير وسائل حمائية فعالة وشروط تكفل ملائم للنساء ضحايا العنف هدفا مركزيا في صيرورة إعداد هذا المشروع مع استحضار قيم المجتمع المغربي والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، ومن ثم كانت الغاية الأساسية هي تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح كفيل بضمان حدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وخلق آليات مؤسساتية مندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة مع الحرص على ضمان سرعة تدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية. المقاربة المعتمدة في المشروع هي مقاربة حقوقية بامتياز جسدتها أولا محتويات مذكرة التقديم التي اعتبرت العنف ضد النساء مظهر صارخ من مظاهر التمييز على أساس الحق حقوق النساء، أحالت على التزامات دستورية يعني الواردة في هذا المجال وكذلك التزامات الدولية، جسدتها كذلك مضامين المشروع التعريف التي اعتبرت العنف ضد المرأة كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه تمييز بسبب الجنس ويترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي. ولأجل تحقيق حماية شاملة ومندمجة يعني عمل المشروع على إذن أولا كان هناك وضع إطار مفاهيمي محدد ودقيق، ثانيا كان هناك إحداد هيئات وآليات للتكفل،
كان هناك مأسسة القانونية لآلية التنسيق بين جميع المتدخلين، كان كذلك في القانون أو تضمن بعد زجري نعتبره قويا يقطع مع الإفلات من العقاب من خلال شقين أساسيين. أولا هناك تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، كالإكراه على الزواج، كالمساس بحرمة جسد المرأة، كتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية وغيرها من المقتضيات. هناك كذلك تجريم بعض الأفعال باعتبارها صور من صور التحرش الجنسي، وبالخصوص تشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة من طرف أشخاص محددين كالزميل في العمل، الشخص المكلف بحفظ النظام وغير ذلك. هناك كذلك شق متعلق بتشديد العقوبة إذا ارتكب التحرش من طرف أشخاص محددين سواء في مكان العمل أو مكلفين بحفظ النظام. البعد كذلك هناك تدابير مسطرية حمائية لا سيما قبل الحكم، أذكر منها على سبيل المثال الأمر بالإيداع بمؤسسات الرعاية أو يعني مراكز الإيواء، إرجاع المحضون، منع المعتدي من الاقتراب من الضحية، منعه من اتصال بأي وسيلة كانت بالضحية أو الأبناء أو بهما، إنذاره بعدم الاعتداء، عرضه على العلاج النفسي، إشعار المعتدي بأن يمتنع عن تصرف في الأموال المشتركة وغيرها. من كذلك التنصيص على عنصر الاستعجالية والفورية في اتخاذ تدابير ذات صلة، ومع إفراد عقوبات خاصة في حالة عدم الامتثال لهذه التدابير، مع كذلك مبين يعني الأمور الإيجابية في هذا المشروع من حق المرافعة للمجتمع المدني، بحيث نص مشروع القانون على حق الانتصاب كطرف مدني في مواجهة الجاني للجمعيات المدنية بعد الحصول على إذن مكتوب من الضحية. وبالتالي فالقانون له وظيفة بيداغوجية تؤثر سلوك المجتمع، من المهم يعني التعاون على إخراجه بعد كل هذه الفترة التي امتدت والتي ذكرناها في المسار إلى حيز الموجود، على اعتباره آلية قانونية حمائية وردعية، ولكن كذلك بوظيفته البيداغوجية باعتباره سيساهم بمجرد خروجه في تأطير السلوك المجتمعي من جهة، وسيسعى لتطبيع المجتمع مع مضامينه واحترامها من جهة ثانية. ونعلم جديدا جميعا أن يعني جميع القوانين تمر بمراحل تطورية تدريجية تدفع بتطور المجتمع لترسيخ مزيد من الحقوق والاستقرار. أؤكد أو أثير يعني بعض النقاط في الأخير أن هذا القانون تنضاف إليه، يعني ليس هو الوحيد المخول له محاربة ظاهرة العنف ضد النساء، وإنما تنضاف إليه كذلك مجموعة من المبادرات القائمة، مجموعة من الأوراش المبرمجة الداعمة لمدخل الوقاية بالدرجة الأولى. أذكر على سبيل المثال ربما كما ستتبعون في مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والتضامن إعداد يعني التزام بإعداد الاستراتيجية الثانية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء 2018-2030، والتي ستشكل يعني واحد الإطار لتعزيز كل مداخل الوقاية ولإعطاء يعني هذا المنظور الشمولي للتناول الظاهرة من مختلف الأبعاد. كذلك يعني استثمار وتفعيل المنظومة المؤسساتية، هناك مبادرة إطلاق البحث الوطني الثاني حول ظاهرة العنف ضد النساء، كذلك إحداث وتفعيل المرصد الوطني للعنف ضد النساء والذي سمعنا بعض معطيات الواردة عنه في تقريره الأول، وهو الآن سيصدر تقريره الثاني في مناسبة الحملة الوطنية 15 لمناهضة العنف ضد النساء. هناك كذلك إحداث وتدبير ما يزيد عن 14 فضاء متعدد الوظائف النساء على المستوى الجهوي وغيرها من الأوراش التي ستدعم وستعزز يعني البعد الوقائي والحمائي لهذا القانون. في الأخير لا يسعنا باسم الوزارة إلا أن نجدد الشكر للذين ساهموا وكانوا وراء هذه المبادرة الطيبة، وكذلك لكل الذين ساهموا في إعداد مشروع القانون سواء حتى بلغ هذه المحطة المتقدمة من الإنجاز، وأخص بالذكر مختلف الفرق البرلمانية معارضة كانت أو أغلبية لمساهمتها الفعالة في تجويد مضمون هذا النص بما يصون كرامة المرأة ويضمن حقها في المساواة والمواطنة،
متمنين أن يكون يعني لخلاصات هذا اليوم الدراسي ما بعده في سواء في تجويد النص أو في التوافق على مجموعة من الإشكاليات الحاضرة في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيدتي، فسأعطي الكلمة بطريقة مباشرة إلى السيدة بشرى عمراوي، وهي الممثلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. هي مكلفة بالحقوق الإنسانية للنساء وستقدم رأي المجلس الوطني. تفضلي سيدتي. شكرا سيدة الرئيسة، سيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، حضرات سيدات والسادة، كل باسمه ولقبه وصفته. سعيدة اليوم بتواجدي معكم في هذا اللقاء الدراسي، ونغتنم هذه الفرصة كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لتقديم مجموعة من التوصيات المستقاة في الرأي الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي من شأنها بحسب المجلس إغناء مشروع هذا القانون من خلال مناقشته من طرف مجلسكم الموقر. سوف أتناول رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال 5 محاور أساسية تتعلق بالسياق والدواعي، المرتكزات والأسس المرجعية، تقوية الإطار المفاهيمي المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، تعزيز الجانب الوقائي والحمائي المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، ثم الآليات الكفيلة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف. بخصوص المحور الأول، لابد من الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبدى رأيه بناء على طلب موجه من السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 21 أبريل 2016، حيث أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بخصوص مشروع القانون 103/13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، وذلك بتاريخ 23 مايو 2016. كما أن هذا الرأي يندرج ضمن استراتيجية المجلس وإعطائه الأولوية لموضوع المساواة والمناصفة ضمن استراتيجيته العامة، نظرا لأهمية تأثيرها على النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء بالمغرب، وكذلك دور المؤسسة في إغناء النقاش العمومي المرتبط بالمساواة والمناصفة ودوره في ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء. ارتكز تحليل رأي المجلس الوطني لمشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء على مجموعة من المرتكزات، من أهمها المقتضيات الدستورية لدستور سنة 2011 والقاضية بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وكذا حظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص والواردة في مادته 22. كذلك ارتكز الرأي على مرجعيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما تم تفسيرها على الخصوص في التوصية العامة رقم 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المعنونة بالعنف ضد المرأة، وكذا اتفاقية حقوق الطفل. كما استحضر المجلس أيضا عددا من الوثائق الإعلانية كالإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإعلان ومنهج عمل بيجين الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، مختلف قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان المرتبطة بقضايا مكافحة العنف ضد المرأة. كما قام المجلس بدراسة عدد من التجارب المقارنة للتشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء. وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بالملاحظات والتعليقات الختامية والتوصيات ذات العلاقة بمكافحة العنف ضد النساء الموجهة للمغرب من طرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة حقوق الطفل، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجموعة العمل حول التمييز ضد المرأة، التشريع والممارسة، وكذا التوصيات ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء الموجهة لبلادنا في إطار الاستعراض الدوري الشامل. بخصوص تقوية الإطار المفاهيمي المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخذا بعين الاعتبار للإطار المفاهيمي من سلطة
في تحديد نطاق وحيثيات تطبيق القانون، وبالتالي توصيف الأفعال التي يمكن اعتبارها عنفا مبنيا على النوع الاجتماعي، على أهمية تدقيق بعض التعريفات المعتمدة بما يحقق الانسجام مع موضوع وغاية مشروع القانون المتمثل في مكافحة العنف ضد النساء، وهكذا أوصى باعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز، وعلى أهمية اعتماد نهج تشريعي شامل يكفل الإلمام بجميع أشكال العنف الموجه للنساء، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. ويتوخى المجلس من القانون الجديد اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز، تقوية المقتضيات المتعلقة بالتعريفات الضرورية في مجال مكافحة العنف ضد النساء، الوقاية بما فيها الوقاية من العنف الأسري، وإعمال مفهوم العناية الواجبة بمستويات مختلفة، يعني العناية الواجبة على مستوى الأفراد والعناية الواجبة على مستوى السلطات العمومية، كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات، وكذلك جبر أضرار ضحايا العنف بما في ذلك تقديم خدمات خطة الأمان ومن ضمنها السكن الآمن للضحايا وأطفالهن، ضمان انسجام وتكامل السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب، ضمان متطلبات المتعلقة بالولوج للعدالة لضحايا العنف ضد النساء. كما توخت مقترحات وتوصيات المجلس تحقيق الأهداف التالية: الإعمال الفعلي لحظر ومكافحة أشكال التمييز بسبب الجنس إعمالا لتصدير الدستور، حظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية إعمالا للفصل 22 منه، ثم الإعمال الالتزامات الدولية في ذات المجال، والإعمال القانوني لمفهوم العناية الواجبة باعتباره مفهوما شاملا في مجال مكافحة العنف ضد النساء، ثم تدقيق بعض تعريفات المشروع ومقتضياته بما يحقق الانسجام مع موضوع وغاية المشروع القانون المتمثل في مكافحة العنف ضد النساء، ثم اعتبار الطابع المركب والمتعدد الأشكال لحالات وأنماط العنف ضد النساء بوصفها انتهاكات لحقوق الإنسان. ومن بين التوصيات التي وردت في رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعريف العنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز بسبب الجنس، وأن يشمل هذا التعريف كافة أعمال العنف القائمة على النوع والتي تسبب أو من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيها التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو الامتناع عن الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في حياة العامة أو الخاصة، ثم زجر مختلف أشكال العنف ضد النساء سواء كانت عملا معزولا أو نمطا من السلوك، وإدراج مقتضى بموجبه يشمل مصطلح امرأة الفتيات دون سن 18، وإدراج عبارة والفتيات في عنوان مشروع القانون 103/13. كذلك من بين التوصيات الواردة في رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدراج مقتضى يحدد نطاق تطبيق هذا القانون الذي يشمل الضحايا أي النساء والفتيات ومرتكبي أعمال العنف والمؤسسات المختلفة، خاصة المؤسسات القضائية والإدارية منها التي يشملها الالتزام بالعناية الواجبة، ثم إدراج مادة جديدة تتضمن مقتضى بموجبه تقوم حكومة في غضون سنة واحدة من دخول القانون 103/13 حيث التنفيذ بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن على الخصوص التدابير والإجراءات التي ستتخذها مختلف السلطات العمومية كل في نطاق اختصاصها في مجال مكافحة الصور النمطية والأفكار المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي، وكذا مختلف الممارسات القائمة على فكرة دونية المرأة أو على دور النمطي للنساء والرجال. كما أوصى المجلس في إطار رأيه بخصوص مشروع القانون بتغيير وتتميم المقترح في مشروع القانون على الفصل 404 من القانون الجنائي بحذف شرط ظهور الحمل والعلم به لدى أي فاعل، ثم إضافة ارتكاب العنف ضد خطيب حالي أو سابق كظرف مضاعف للعقوبة
وحد في شرط ارتكاب العنف بحضور أحد الوالدين كظرف أيضا مضاعف للعقوبة، مع الإبقاء على الظرف المضاعف للعقوبة المتعلق بارتكاب العنف بحضور أحد الأبناء. كذلك أوصى المجلس بخصوص التغيير والتتميم لمقترح مشروع القانون على الفصل 431 من القانون الجنائي، بأن يدرج الخطيب الحالي أو السابق إلى قائمة الأشخاص الذين يتعرضون لمضاعفة العقوبة في حالة الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر في الوضعيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل المذكور. وكذلك وضع تعريف جديد للاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي، مع الإبقاء على وصفه كجناية، ونقل الفصل المذكور بعد إعادة تقييمه إلى الباب السابع من القانون الجنائي المعنون في الجنايات والجنح ضد الأشخاص. واقترح المجلس أن يعرف الاغتصاب كما يلي: يعتبر اغتصابا كل إلاج جنسي مهما كانت طبيعته وبأية وسيلة كانت، يرتكب على شخص آخر عن طريق العنف والإكراه أو التهديد أو المفاجأة، وذلك بغض النظر عن الصلة بين الضحية ومرتكب الفعل. وسمح هذا التعريف المقترح بإدراج الاغتصاب الزوجي. كذلك حذف الافتضاد كظرف تجديد، وحذف المادة 488 من القانون الجنائي، وحذف الفصل 490 من القانون الجنائي، باعتبار أن هذا الفصل أي الفصل 490 المذكور شكل عائقا موضوعيا أمام تقدم عدد من الضحايا بالشكايات من أجل الاغتصاب. كذلك إعادة تحديد بعض عناصر التحرش الجنسي عبر استبدال مصطلحات أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه بمصطلحات أي سلوك لفظي أو غير لفظي أو جسماني ذي طبيعة جنسية. تقوية تعريف التحرش الجنسي عبر التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى الضحية، وضعية موضوعية أو تخوفية معادية أو مهينة، وتجريم المشاركة والمساهمة في جميع الجرائم المتعلقة بالعنف ضد النساء. كم أنا أحاول أن أختصر يعني مضامين الرأي، لأن الرأي هو يفوق 48 يعني توصية. المذكرة يعني هي متواجدة، رأي المجلس الوطني متواجد في الملف تماما الذي وزعناه، ولكن ممكن لأنه النساء ممثلات الجمعيات حاضرات من أجل التفاعل وكذلك. شكرا. سوف أحاول أن أختصر يعني كما أشرت السيدة الرئيسة، يعني الرأي ديال المجلس هو متواجد عندكم في الملفات. الشيء الذي أردت أن أضيفه هو كذلك يعني الجانب المتعلق بالآليات، يعني سأعرج على باقي التوصيات لأنها متواجدة، وسوف أتناول المادة 182 في قانون المسطرة الجنائية التي بمقتضاها يبلغ الضباط وأعوان الشرطة القضائية والنيابة العامة بجميع الوسائل المتاحة للضحايا المتمتعين بحماية القانون، وهذا أيضا جانب حمائي في القانون، والتي تخول لهم الحق أولا في جبر الضرر الذي أصابهم، ثانيا أن يكونوا طرفا مدنيا إذا ما تم تحريك الدعوة من طرف النيابة العامة أو الإبلاغ مباشرة عن الوقائع، ثم أن يكونوا إذا ما رغبوا طرفا مدنيا مؤازرين بمحامين أو مستفيدين من المساعدة القضائية، وأن تتم مساعدتهم من طرف آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف وباقي المصالح العمومية أو من جمعيات مختصة في تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف. خامسا أن يلتمسوا أمرا بالحماية كما يتم إخبار الضحايا بالعقوبات المنصوصة عليهم في حق مرتكب أو مرتكبي العنف وشروط تنفيذ العقوبات التي قد تصدر في حقهم. بخصوص اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، اقترح المجلس إشراك السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مسلسل اقتراح رئيس أو رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وعضوية ممثل هذه الهيئة عن الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة باقتراح من رؤساء أو رئيستي هاته الهيئتين المذكورتين، وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد باقتراح من هذا الأخير، وثلاث ممثلين عن مجالس الجهات
ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات تقترحهم السلطة المكلفة بالداخلية في عضوية اللجنة الوطنية المذكورة، كذلك عضوية كاملة لممثلتين عن الجمعيات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء في اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفقا لمعايير تحدد بنص تنظيمي، وكذلك عضوية الجمعيات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء في اللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر مذكرة بشأن محاربة العنف ضد النساء سنة 2013، وسنبقى يعني رهن إشارتكم للمساهمة في أي تجويد أو تفاعل مع المقترحات القاعة والحضور. شكرا لك. شكرا سيدتي. هو فعلا أنه الرأي جد غني، والرأي يعني كان فيه اشتغال، وحنايا الآن كنشكروك على العرض اللي قدمتي، وفعلا الوقت غير كافي. وأود أن أخبركم على أن السيد الرئيس يعتذر لأن عنده موعد طريف، سوف يرجع إلى الجلسة لأنه هو كذلك مهتم بهذا الموضوع وبهذا مشروع القانون. الأخوات في النقابة تسبتوا لك يحتجوا عليا، قالوا لك تتكلمين عن الأحزاب السياسية وعن المجتمع المدني ولا تذكرين النقابات الحاضرة بكثافة. فأرحب بكن وأنتن في بيتكن، أرحب باللواتي أتينا خارج مجلس المستشارين. إذن سمعنا إلى رأي سيدة ممثلة الوزراء وكذلك إلى مجلس الوطني حقوق الإنسان، والآن سوف نعطي الكلمة للسيدات ممثلات النقابات والمجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية في إطار يعني نقاش تفاعلي مثمر، وأنا أعرف على أنه سيكون نقاشا غنيا. وكذلك السيد المسؤول عن الإعلام في مجلس المستشارين يذكرني ويقول لي أن أذكركن على أن كل نقاش هو منقول عبر قناة اليوتيوب لمجلس المستشارين، فأنتم الآن مباشرة وعلى الهواء، فلتتفضل الأخوات من تود أخذ الكلمة. نعم، الاسم سميرة. سميرة هي أولى، وكذلك فاتحة، وكذلك سميرة. كل ما يضرب هذا النار حتى واحد سميرة كنعرفها غتهضر نقابية. لا 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 لا، نحن هنا من أجل النقاش ومن أجل نقول سميرة واحد سميرة جوج. أستاذة عائشة، نادية، أستاذة واحد فاطمة، نديرو فاطمة حتى هي وخديجة، فاطمة بن الحسن، سميرة أخرى خديجة. نعم سعيدة، واحد سعيدة. أستاذة فريدة، نعطيها الكلمة الختامية حتى هي. لا أستاذة، نحن في حاجة إلى نعم ليلى. ليلى ما كاين حتى ليلى، احنا عندنا ليلى. سميرة أخرى، أنا قلت لكم سميرات كاينات بزاف. أنا أتساءل أن كل سميرات مسؤولات في الجمعيات النسائية والأحزاب السياسية. إذن والنقابة بشرى، زعما كنعتبر راسي حنا هما مالي العكس. إذن سوف نتفق جميعا، لأنه فعلا الموضوع هو يستجيب توقيت لهذا، ونتفقوا باش أننا نبقاو في القاعة. الأخوات ماشي اللي دخلت تخرج، لأن احنا جينا باش نتفاعلوا ونسمعوا لبعضنا بعض. شحال في نظركم في التوقيت نديروا معكم كي مجلس المستشارين كيعطيونا 3 دقائق وكيقولوا لنا فيها كل شيء؟ لا لا، يلا نبداو ونسمعوا، يلا ما بين 3 و5 لكي نكون، وسوف نستعمل كذلك المرونة باش فلنبدأ بسميرة الأولى وهي التي أمامي. شكرا سيدة الرئيسة. سميرة بكردن، جمعية ديمقراطية لنساء المغرب، وعضو تحالف ربيع الكرامة.
يعني في البداية أشكر مجلس المستشارين على هذه البادرة الطيبة، وأنا كنفكر يعني وأتطلع لنموذج تونسي وأحسد وأغبط صديقات في تونس، صديقات اللي في تونس استطعنا يعني واستطاعوا، لأن اللي هو يعني من المفروض لو بلوس كونسيرني هو البرلمان، هو الجهاز التشريعي، استطاعوا بالإجماع أنهم يصادقوا على نص قانوني كيرفع رأسهم وبالفعل يجيب على الظاهرة المجتمعية اللي كيشكلها العنف ضد النساء. أعتقد أن ليس هنالك شخص واحد بيننا أو في المجتمع المغربي غيبغي أن هذه الظاهرة تبقى تستفحل وتبقى تستمر، وبالتالي من المفروض، وهذه فرصة تاريخية أمامنا، من المفروض أننا نأخذ المثال من جارتنا تونس، اللي يعني كان هناك فرح وعرس عندهم اللي صدقوا على مشروع 58، عدد 58 في أوت الماضي. من المفروض والسيد الرئيس ذكر واحد صورة قاتمة، وإحصائيتنا أشد قتامة من المجتمع التونسي، من المفروض أن هذا المشروع القانون يجيب. القانون ما دور القانون؟ هو الإجابة على واحد الواقع، واقع معاش. شنو واقعنا؟ 40,000 طفلة زوجت السنة الماضية، كيف أجاب عليها القانون؟ شنو جاب مشروع القانون؟ هدر على الإكراه، الإكراه يعني في الزواج، لكن يعني شرط الإكراه بأن لا تجوز المتابعة إلا إذا كانت شكاية من طرف. هل نعتقد أن الطفلة غتمشي تدير شكاية؟ يعني على من كنضحكوا؟ ثانيا التنازل تسقط معه المتابعة وتسقط معه الدعوة العمومية. أية إجابة يعطيها مشروع القانون للطرد من بيت الزوجية وهو يشرطها بالشكاية ويقول بأن التنازل يسقط العقاب؟ يعني الأكثر إيذاء هو أنه يربطها بالنفقة، جاءت في يعني في الأفعال اللي هي أفعال مندرجة ضمن إهمال الأسرة، مثل يعني النفقة، ومثل كذلك ترك البيت الزوجية يعني عمدا لمدة فوق أكثر من شهرين. حتى هادو اللي كانوا لا يطالهم تنازل أصبح التنازل يطالهم بهذا المشروع. واش حنا المشاكل كنعيشوها يعني آلاف والآلاف المؤلفة ديال النساء اللي كتعاني من مشاكل ديال النفقة، وليس النساء وحدهن، أطفالهن. كنجيو بجرة قلم ونسمح أننا نقول بأنه كاين تنازل وتنازل على الحقوق الأساسية لدوك الأطفال. شيء آخر، ملي كنجيو كنمشيو الأفعال، تقريبا أكثر من 70% من مشروع القانون هو مجرد يعني أفعال من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. طيب جيد، نمشي وحنا في هذا الاتجاه، ولكن هل فعلا هذه الأفعال مجرمة؟ يعني تجيب على واقع الاغتصاب؟ لا شيء عن الاغتصاب. ملي كنمشيو للقانون التونسي نجد بأن الاغتصاب مجرم بعشرين سنة سجنا، ما كاينش من 5 سنوات أو من شهر إلى 5 سنوات، 20 سنة سجنا. وكتكون ظروف التشديد ملي كيكون مثلا طفل دون 16 سنة، وتصل إلى المؤبد، تصل إلى المؤبد ملي كيكون الجاني قريب، اللي كيكون من احد افراد الاسره. الاطفال اللي كيتغتصبوا يوميا وكنشوفوهم في صفحات الجرائد الالكترونيه، ماذا يعني هي الاجابه التي نعطيهم؟ الضرب، الجرح، العنف، الحرق اللي كنشوفوه يوميا، كيف نجيب عنه في هذا مشروع القانون؟ اعتقد ان الا كنا يعني كان عندنا واحد شويه ديال الغيره على بلدنا، على بناتنا، على اولادنا، ينبغي مراجعة الجذرية. وهذه يعني أعتقد أننا متفقين عليها، حتى واحد ما غيبغي يكون العنف. وهنا أستحضر صديقة تونسية اللي كانت حضرت وكتقول بأن العنف لا يمكن أن يؤسس لمجتمع سلمي. نحن نريد مجتمعا سلميا، إذا كنا فعلا بغينا مجتمع سلمي فينبغي يعني أن نكثف جهودنا كلنا
انتما كبرلمانيين كبرلمانيات كمستشارين كمستشارات الحكومة نناشدها. يعني هذا هاد الإجابات هاد 11 فعل مجرم وكان ربطوه بتنازل وكان ربطوه بشكاية وكان ديروا الحد الأدنى سنة أو شهر إلى 6 أشهر أو إلى سنتين. يعني كان نوضعوا القاضي كل يعني الصلاحيات أنه يختار ما بغى والغرامة أو بأحدهما. كيف ملي كنجيو الحماية الوقاية مثلا وقاية كيف فهمها المشروع مسألة التحرش الجنسي؟ لأن مثلا قبل نمشيو الحماية مسألة التحرش الجنسي كثيرا ما كنا نسمع الصحافة كتحدث على هذا المشروع بأنه يعني كأنه يغير الواقع ديال التحرش الجنسي. ملي كنمشيو للتعريف ديال التحرش الجنسي هو نفس التعريف الآن اللي لغاته تونس لأنه لم يجب كل من أمعن. كيف سنقول بأن الإمعان؟ كيف سنشرح الإمعان؟ كيف سنفهم الإمعان؟ هذا الإمعان هذا حيدة تونس وعطت تعريف واضح يجيب على الواقع. نحن ما نريد هو الإجابة على واقع العنف، الإجابة على ما جاءت به المندوبية السامية للتخطيط من 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 ملي كنجيو للوقاية. ماذا نرى في الوقاية؟ كنلقاو تدابير الوقاية الشخصية اللي مرتبطة بالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ولا شيء لا شيء يغير ثقافة العنف. هناك دراسات تقول بأن هناك قبول اجتماعي للعنف. كيف سنغير هذا القبول الاجتماعي إلا ما كانت نظرة شمولية، إلا ما كاينش مسؤولية العناية الواجبة للدولة، مسؤولية جميع القطاعات، التعليم، الإعلام، الصحافة، كل 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 القطاعات. وبالتالي يعني لهذه الأسباب نناشدكم، نترجاكم ألا يعني نفوت هذه الفرصة التاريخية. تونس لما يعني من بين الأشياء الجميلة اللي جعلت اللي دارتها تونس في المراجعة ديالها أي حاجة كانت فيها تنازل حيدتها، بدأت بإلغاء جميع الفصول اللي كتشكل إعاقة، مثلا التنازل هذا التعريف الغير واضح ديال التحرش الجنسي إلى آخره، حيدت كل شيء، لغاته وبدلته بفصول جديدة وأضافت يعني لنبدع. حشومة يعني في 2004 كنا سباقين وسباقات في المغرب وفي منطقة ميناء، الآن نعتبر هذا بأنه فعلا مشروع ديال القانون وهو ليس إلا إعلان وبعيد بعيد كل بكل بعد أن يجيب أن يجيب. إذا هذه مطالبتنا بسحب المشروع هو من أجل مراجعة وليس كيف تحدث على الموضوع. شكرا. على أنك تتكلمين من قلبك وهناك شيء الكثير يقال، لكن سنعطي فرصة للأخوات الأخريات. فاتحة بالنسبة لنا كفيدرالية رابطة حقوق النساء، سبقنا تقدمنا مذكرة مطالب ديالنا كجمعية وكانت عندنا بعض الملاحظات حول مشروع قانون 103-13 اللي سبق لنا في الصيغة الأولى وفي الصيغة الثانية قدمنا فيها ملاحظات، ومن بين الملاحظات أنه غيب الجوانب الوقائية. إحنا كمجتمع مدني في إطار فيدرالية رابطة دائما كنا نطالب بقانون شامل كيوفر الحماية والوقاية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب. كذلك في المشروع ديال 103 تراجع ولا واحد مجموعه الجرائم اللي من بينها جريمه السرقه والنصب بين الزوجين، واعتمد فقط تبديد الممتلكات الزوجيه. كذلك ما درش شيء الاغتصاب الزوجي وجبر الضرر نهائيا والتعويض، وما نصرفش لتشديد العقوبات بشان جرائم الاغتصاب. وكذلك كاين هناك واحد الفراغ بشان الجرائم الجنسيه اللي كينتج عنها حمل من حيث ترتيب الآثار، مثلا الأطفال الناتجين على الاغتصاب شنو هي الوضعية ديالهم من حيث النسب والنفقة و هذا مشكل اللي يجب مراعاته، لأن تدوك الأطفال أبناء المجتمع المغربي والمدونة ما كتميز شيء بالأطفال، والدستور تطالب يعني من بين النصوص دياله الحماية الفضلة للأطفال. كذلك
اعتماد قانون، كنطالبوا باعتماد قانون مختص بالعنف ضد النساء بسبب جنسهن، حيث ان المشروع الحالي كيتمدد الى الاصول والفروع و الغاء التمييز في كون المشروع كيشمل النساء المعنفات اللواتي يسلكن العداله، في حين انه بالنسبه للنساء اللي ما كيوصلوش العداله نظرا للظروف الاقتصاديه والاجتماعيه هادو ما تيهضرش عليهم. كنلتمسوا في اطار المطالب ديالنا اعتماد التعريف الدولي للعنف باعتباره انتهاك لحقوق الانسان الانسانيه النساء، وكيشكل شكل من اشكال التمييز. وربط قيام العنف ضد، وكنلتمسوا ربط قيام العنف ضد النساء بمحاوله ارتكابه، يعني كنقولوا ان حتى المحاوله يجب يعني المعاقبه عليها وتشديد العقوبات فيما يتعلق بكل ما هو يعني تيشكل عنف جنسي للنساء، خاصه ان هذه الظواهر حنا كنشوفوا انها كثرت في هذا الوقت. هذه الطفله ديال الحافله، الطفله اكرام ديال الدار البيضاء، الميف ديال المفاتيحه اللي من شهر 4 ديال 2016 ولحد الان باقي ما تحركات فيه، لا متابعه لا حتى شي حاجه، باقي ما عرفناش حتى امتى غتكون في يعني شي جلسه سواء في التحقيق او ما كاين حتى شي جواب، مع اننا كاتبنا السيد وزير العدل ومع اننا يعني يوميا نلح على قضيه التحقيق ولم تعين فيه اي جلسه. وهذا راه حتى العنف القانوني اللي هذا القانون او هذا المشروع قصاه خصنا حتى هو نتكلموا عليه في هذا المشروع العنف القانوني. كذلك من المطالب ديالنا هو التنصيص والتعريف بالاغتصاب الزوجي كجريمة، وتوسيع تعريف الاغتصاب بحيث أنه ما يبقاش كيقتصر على ديك الصيغة اللي جات في 486 موقعة رجل للمرأة بدون رضاها، واللي كيجعل الإثبات يعني أن المرأة هي اللي خصها الأجراء تغير ديال الإثبات ويتعتمد على قرائن اللي تكون من بينها الاستماع مثلا للأطفال، الاستماع إلى الجيران، الضابطة القضائية هي تتحرك، يعني تكون واحد المجموعة ديال الآليات باش نحققوا هذا الإثبات اللي ما يمكنناش دائما نوضعوا على كاهل المرأة، وخاصة أن الاغتصاب كيوقع في واحد الأماكن اللي هي مغلقة وما يمكنش أن المرأة يعني تجيب الإثبات بأنها مورسة عليه الجنس بدون رضاعة. أشلي حد الساعة هذا؟ بالنسبة للمشروع عندي نقطة واحدة وغادي نسالي. بالنسبة للمشروع اعتمد على المعالجة النفسية بالنسبة للمتهمين، في حين ما هضرناش على المسألة ديال معالجة الضحايا، وهذا هو اللي مهم أكثر. وشكرا. شكرا سيدة سميرة. بعد سيدة فتيحة مرة سميرة أخرى رأيتي كنت شغية سميرة. إذن بعد فتيحة سميرة أنت مهم أنا غادي يكون أستاذ عائشة. أولا شكرا على الدعوة وشكرا على هاد إلى سمحتي لي سيدة سميرة دقيقة. الأخوات النقابية ترى غادي تشكوا منكم الجمعيات النسائية، قال لك درتوا حلقة نقاش. كنشكر على فتح النقاش هذا. مهم أن التدخل ديالي غادي يكون قصير، وديما أنا تنهضر باللغة الدارجة. بالنسبة كي خاص ديما نطرحوا سؤال، علاش كاين العنف؟ علاش كاين هذا العنف؟ قبل ما نقول على العنف، بان كنشوف بان بزاف ديال كاين بزاف الجمعيات ديال النساء، والسؤال اللي كيتطرح بان كاينين الجمعيات النسائيه كثيره، ولكن علاش ما كاينش تطبيق القانون؟ نورمالمون في اي دوله كيكون الجمعيات كيكون التحركات ديالها، ولكن كيخص يكون الاستجابه لهاد المطالب ديالها. وهذا هذا تساؤل بالنسبه انا. المهم انا كنطرح تساؤلات ماشي هذا. العنف علاش كاين العنف؟ كان انا بالنسبه لي اكبر عنف اللي كيتمارس ضد المراه هو عنف الدوله. الدوله هي اللي كتعنف، هي اللي السبب الرئيسي في وجود هذا العنف. ملي كنشوفوا ان دابا بزاف الهضره على يعني الرفع من مستوى العقوبات، ولكن ما كنفكروش ان شنو وجدنا ملي كنرفعوا هاد العقوبات، شنو وجدنا هاد يعني المخلفات ديال هاد. واش الدوله قادرة أن تتحمل أو تحل مشاكل من مور هاد
من مور هاد الاكثر من العقوبات او التضخيم ديالها. علاش كنقول بان الدوله هي هي السبب الرئيسي؟ لحقاش نشوفوا احنا غير الطفل، الطفل ملي كيتزاد اش من واقع كيتزاد فيه؟ هذيك الام ديالو فين ولداته؟ الواقع ديال السبيطار اللي ولداته كيفاش داير؟ غادي نمشيو هذاك الولد غادي ننقلوه لدارو، كيفاش دايره دارو ملي غادي يكبر؟ التغذيه ديالو ملي غادي يكبر غادي ما غيلقاش المدرسه او لا واحد المدرسه مهمشه ولا ما كاينش تعليم ولا ما كاينش هذا. اذا انا كنشوف الحل ديال العنف والعنف كيخص يكون من الدوله، من 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 الدوله هي اللي ملي كتكون دوله ديمقراطيه كيكون كلشي، كيكون يعني تيتحل المشكل من الجدر ديالو، ماشي غادي نجيو نحلوا المشكل غير هكاك وصافي. اولا كنقولوا غير هذاك السيد هذاك الراجل اللي كيمارس العنف على المراه، علاش كيمارسو؟ شمن واقع اللي خلق لنا هذاك السيد باش انه يقدر؟ اذا الحل المشكل هو حل مشكل، كيكون مشكل اجتماعي سياسي اقتصادي حقوقي، كيخص انا هذا هو المشكل. لحقاش الا بقينا كنهضروا كيخصنا قوانين، ولكن التطبيق ديال هذه القوانين في اي واقع في اي سياسه، يعني دولة غير ديمقراطية كتنتجنا مجتمع غير ديمقراطي وكتنتجنا، واخا نضلوا نكتبوا في القوانين يعني ما كاينش واحد الأرضية ديمقراطية لتطبيق هذيك القوانين هادو، وإلا كنكونوا عيت تنكذبوا على راسنا خصنا وما كاين والو. يعني المرأة مثلا ملي كتطلق، المرأة ملي كتطلق احنا صافي القاضي غادي يحكم بالتطليق ديالها ياك، كاين اطفال، واش الدوله غتحمل المسؤوليه ديال دوك الاطفال؟ هذيك المراه فين غادي تمشي؟ فهمتي؟ هذا انا بالنسبه ليا هادو هما الاسئله المحوريه انا اللي كيبان ليا هي هذا. والراجل ما خصناش نشوفوا الراجل هو العدو للمراه، هذاك الراجل ملي كيمارس العنف مثلا، ملي كيمارس العنف الممارسه الجنسيه مع واش هو سعيد؟ واش هو يعني في يعني عنده اضطرابات، كتكون عنده اضطرابات عقليه، كتكون اضطرابات نفسيه، يعني ماشي جا غير هكاك، حنا ما جاش من فراغ هذاك العنف، ما جاش من فراغ. سمحي لي اختي سيده سميره، تمثلين اي منظمه حاتم؟ من مساواه حاتم إعلام. داكور، ولكن هذا ديالي شخصي. هذاك رأيك الشخصي ليس رأي يعني جماعتك. شكرا، أعطي الكلمة للأخت عائشة الخماس أستاذتنا، وتليها فاطمة. شكون هاد فاطمة اللي عندنا؟ لا 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 ماشي أنا، ماشي فاطمة، عاد فاطمة رقم واحد. شكرا سيدة الرئيسة، مساء الخير لكل الحاضرات والحاضرين. نقطة نظام كنت بغيت نطرحها في الأول، وأيضا أتفق فيها مع الأستاذة فريدة بناني اللي أيضا لاحظتها، وهي أننا أنكم في مجلس مستشارين جمعتونا باش نتناقشوا بعضياتنا احنا النساء العاملات أو الناشطات في الجمعيات النسائية. فبالتالي احنا جينا المجلس المستشارين بالضبط لكي نتحاور مع المشرعين والمشرعات. أشكر المشرعات اللي حضرت معنا، ولكن بقية أعضاء وعضوات مجلس المستشارين اللي هما اللي غادي يناقشوا هذا المشروع، هما اللي غيصوتوا عليه، هما اللي غيقدموا التعديلات، يسمعوا رأينا. وهذه معضلة، عشان أنا كنت في مجلس النواب عشتها، دائما اللجنة اللي كانت محدودة ودائما تيحضروها بدرجات حتى كتكدس القاعة اللي هي لجنة الداخلية، واللي خاصة ملي كنت تناقش قوانين ديال الانتخابات، فبالتالي باش نعرفوا الإشكال الكبير اللي كاين هو أنه ما كاينش مع من تحاور، ما كاينش اللي قال الفد، ما كاينش مع من
وبالتالي خصنا نعولوا على راسنا كيف عولنا على راسنا في تعديل مدونه الاسره في واحد العديد ديال 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 التعديلات اللي استطعنا اننا نقنعوا بها المسؤولين وخاصه المسؤول الاول في هذه الدوله. انا بالنسبه لي ما غاديش نناقش التفاصيل لان هذه التفاصيل ناقشناها، اعطينا مذكراتنا الجميع ديال العضوات ديال الجمعيات يعرفنا كم من المذكرات اللي كتبنا والاجتهادات اللي جبنا وايضا المذكرات المجلس الوطني كل هذا المجهود الى اخره ما كتلقاش شي عكس. الليالي اللي سهرنا وحنا كنناقشوا في لجنه العدل وايضا في الجلسه العامه مناقشه هذا المشروع. فبالتالي الإشكال الكبير الآن اللي باين واللي ظهر هو أن من 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 انتقال المشروع من الغرفة الأولى إلى الغرفة الثانية عشنا حالات ومظاهر علنية مشهودة من العنف. العنف ما بقاش كيدار في تيجر هذا شي عمارة ولا كيدخل هذا شي بلاصة، أصبح مشهودا ومصورا ومتلفزا وتنقله الكاميرات إلى ماشي غير وسائل الإعلام ديالنا كيتنقل عبر العالم. فبالتالي هل هذا لا يؤثر في المشرعين؟ هل هذا لا يحملهم أنهم يقولوا واش هذا القانون هو باش غادي نحاربوا هذه الكارثة هذه المصيبة الكبرى اللي أصبحت عندنا كتزاد وكيدار لها الإخراج وكيدير لها التصوير؟ خصنا غير المنتجين دار ليا راه ولاو بلا متطوعين. فبالتالي انا غادي نتحدث على انه ان الاوان اننا نطلبوا سحب هذا القانون. هذا القانون لا يجيب نهائيا على هذه الكارثه الكبرى. فاذا كان اذا كانت الاوبئه كتقتل النساء اقل مما يقتلهم العنف المسلط عليهم بصفتهن النساء، ماذا ننتظر؟ اشنو بغيتم لهاد النساء في هذه البلاد؟ واش بغيناهم يغادروا ينتحروا؟ اشنو يديروا؟ راه انتحروا، راه انتحرت خديجه ديك النهار وانتحروا وحدين اخرين. ولكن هذا كله لا يحرك اي ضمير حتى يجي غير يسمع الحالات اللي كنشوفوا في المحاكم. ندخل الجلسه كنسجل تلقى جدول الجلسه في المحكمه فيه ثلاث ارباع غير عنف وعنف جنسي وعلى فتيات. وإلا كثروا كاين اللي مغتصب سته البنات صغيرات الى كثروا كي قتلهم الى اخره، الى كثروا ديك ست سنوات سجن ثلاث هذه حتى تيغتصب على ماذا؟ فبالتالي دار لي خصنا وقفه حقيقيه وخصنا رفض نهائي لاي مشروع لا يجيب على هذا الشيء. كاينه التجربه الفرنسيه، كاينه التجربه الاسبانيه. الناس في اسبانيا انتحرت امراه، قتلت امراه عفوا، وتحرك المجتمع ككل وانتج هذا المشروع القانون اللي عندنا الان. احنا الان مطالبين بان يكون هناك قانون شامل، قانون ما فيه ماشي قانون اطار فيه غير مبادئ والقيام الى اخره، ولكن قانون. احنا تنعرفوا بان في المغرب راه الا ما كتبتي لهم في القانون خصك دير كذا ودير كذا ودير كذا، القضاة غير تلقاو شي فلتة ديال الصلح ولا شي فلتة ديال ظروف التخفيف وما تتلقاش العقوبات في مستوى الجرم اللي كاين. خصنا قانون شامل اللي فيه عدم الإفلات من العقاب نهائيا، عدم الإفلات من العقاب. وعندنا الإفلات زعما منتشر بواحد الشكل لا يتصور، على الضغط على الضحية، على إعطاء الإمكانيات اللي هضرت عليهم سميرة ديال التنازل. راه تيتنازلوا، راه جايات مهلوكات عندهم اكثر من شهرين، اكثر من 15% 20% 40% ديال نسبه العز ومتنازلين. المجتمع خصو ما يتنازلش الا تنازلت هذيك المراه شغلها، ولكن هذا اللي تيرتكب جريمه ديال 40% ديال العز وكيعطيها تيدير لها مستديمه وكتتنازل هي، حنا ما خصناش نتنازلوا. الا غدا غادي يدير وحده فيها 60% غدا يقتل. وشحال من النساء اللي بداوا بالتهديد ووصلوا الى القتل فبالتالي انا اناشد الجميع ان الامر جدي يتطلب قانون شامل اللي فيه التكفل، فيه الوقايه. ما كاينش كاع على الوقايه، ما كايناش في هذا القانون. واش كاين شي قانون ديال محاربه العنف؟ ما فيش. الاغتصاب، الاغتصاب بقى في القانون الجنائي، هذا قانون. اذا الاغتصاب اش يكون؟ عنف ضد من؟ ماشي ضد النساء. ما كاينش فيه، ما كاينش الكلام نهائيا على الاجهاض، ما فيش الى اخره واحد العديد ديال المقتضيات لا في صياغته ولا قدمنا. راه جيت نقرا لكم شحال ديال التعديلات اللي قدمنا ولا تعديلات تقبلات
ولا تعديلات قبلت. وبالتالي خصنا نضلوا على قانون حقيقي، قانون فيه الوقايه، وخص تكون الوقايه مفصله مفصله. الا ما كانتش مفصله ما تدارش، راه واخا تكون كيف ما خص تكون ميزانيات حقيقيه في ميزانيه الدوله، ميزانيه حقيقيه راه تيطلب راه كل امراه. وراه ضاليا كاينين جمعيات اللي داروا دراسات على التكلفه الاقتصاديه للعنف، واللي عطات واحد الواقع خطير. المراه كتغادر العمل، خصها شوائط طبيه، خصها تنصيب دفاع، خصها ما معفي ما تتعطاش المساعده القضائيه الضحيه، لا تعطى المساعده القضائيه، تعطى المتهم وما تتعطاش المراه. خصها شوف شحال خصها، هذا بالاضافه انها يمكن تضرب وتعنف وتخرج من البيت الزوجيه، والابناء يفقدوا الدراسه ديالهم. اذا هذا الشيء الى فصلنا راه كثير، واعتقد انكم كلكم كتعيشوه. وأننا هنا، أنا هنا تنوجه نداء. إحنا راه اليوم وضع البارح عفوا وضعنا طلب رسمي لرئيس الحكومة بسحب هذا القانون، وسبق لنا درنا بيانات في هذا المجال، وأعتقد واحد عدد الجمعيات أيضا وعدد الأحزاب، بعض الأحزاب اللي دارت نفس الطلب، لأننا أمام طامة كبرى أكثر من الحرب. راه إحنا كنعيشوا حرب أكثر من حوادث السير، أكثر من أوبئة اللي كيعيشوها النساء. فهادو نساء ديال هاد الوطن، وحقهن على هاد الوطن أن يلبي هاد النداء ديال وقف العنف. العنف يمكن له يوقف، ماشي ما يمكنلوش، ولكن نبداو الطريق، نبداو الطريق نحو هاد، ما أننا ندوزو ونجيب قانون نقولو هاد الشيء اللي عطى الله ما يمكنش. حيت ملي كيتعنف المرأة ما تقولش هي هاد الشيء اللي عطى الله، ما خصهاش تقول هاد الشيء اللي عطى الله، خص هاد العنف يواجه ويواجه بقوة. والدولة اللي ما قادرش تحمي بناتها خصها تطرح اسئله على نفسها. وشكرا. استاذه عائشه، الكلمه للسيده ناديه. فاطمه وناديه قصتيني استاذ. شكرا اخت كريمه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. طبعا ما يمكن ليش نضيف يعني، وكنتضامن يعني وأتمن كل ما جاء تقريبا يعني في المداخلات السابقة. هي الدولة صحيح كتقوم بمجهودات، ولكن كتبقى دائما مجهودات لا ترقى إلى تطلعات جميع الفئات النسائية داخل المغرب. هو بالفعل هناك دول سبقتنا، ولكن هذا لا يعني أننا ما نصدروش قانون. صحيح هو القوانين عندنا كثيرة، الإشكال اللي عندنا في المغرب وفي دول أخرى كذلك طبعا من خلال دراسات المقارنة مع هذه الدول كنلقاو أن إشكال عندنا في التطبيق. عندنا مدونات الأسرة غالبا ما كيطبقش كل ما فيها، مدونات الشغل وخاصة بالنسبة للمرأة العاملة كل ما فيها تقريبا لا يطبق. والآن الكثير ينتقد كثير من يعني الفصول هذه المدونة. ولكن رغم ذلك هذا لا يعني أننا ما نشاركوش في تجويد وفي تحسين وفي إضافات. وطبعا خاص الحكومة تسمع عن هذه الأصوات النسائية، لأن هي اللي كتعاني الأمرين، بالتالي لا عيب أننا نراجعوا القوانين ديالنا. أنا غادي نمشي أولا غنبدأ من النقطة اللي تحدث عليها الأستاذة الفضيلة. طبعا هي أن أي مشروع قانون كيكون مرتكز على أربع أبعاد. هذا القانون الجانب الوقائي كذلك أنا سجلته، فأي مشروع الأبعاد الأساسية دياله أربعة: الوقاية، الحماية، الزجر أو الردع، ثم التكفل. واحد المجموعة هاد الأمور ما شملش القانون من حيث هاد الأبعاد الأساسية. كنمشيو مثلا في القضية ديال أنواع العنف، وهنا دابا كيكون تقريبا شبه تعجيز، خص الإثبات. واش الزوج ملي غيجي يضرب الزوجة ديالو أو غيهينها أو يعني ما كاينش هنا، خص الإشارة إلى العنف الغير المرئي. ما كيفاش واش السيد ملي غيجي يضرب السيدة ديالو تقول له بلاتي ستوب الله يخليك اسمح لي تنجبد التليفون نسجل. فالقضية ديال واخا كاين قوانين زجرية، القضية ديال الإثبات صعبة، وهذه خص فيها إعادة النظر، لأن الأسرة راه داخلية، راه محصنة بجدران، كيفاش غادي تثبت؟ وكتبقى في الأخر المرأة هي الضاحية لأن ما عندهاش وسائل الإثبات. مسألة القضية ديال الوقاية، حنا مجتمع اللي عنده قيام وعنده أسس، دابا أصبحنا يعني بحال المجتمعات ربما أقبح من المجتمعات اللي ما عندها لا قيم. فأصبحنا كنسمعوا جميع أنواع العنف، الاغتصابات، المحارم، فهذا الشيء كثير في حقه وكيألمنا حنا كنساء. أعتقد أن الجانب الوقائي خصنا نهتموا به. هذا لا يعني أننا نوقفوا الجانب التشريعي والقانوني، فخصنا نفعلوا
احنا مجتمع اللي عنده قيم وعنده اسس والناس عندها وازع ديني، فنفعلوا هذيك التوعيه ونفعلوا التاطير، نشاركوا المجالس العلميه، نشاركوا الاوقاف التعليم، المناهج ديالو خصها تتغير، الاعلام. احنا باقي لحد الان كيجيونا كنشوفوا افلام للاسف، ولو ان كاين عندنا يعني شغلنا على تحسين صوره المراه في الاعلام، ولكن باقي لحد الان المسلسلات كيجيب السيد امام الاطفال وكيشاهدوه كيقتل ديك الزوجه ديالو وكتهرب عاود كتولي رغبه وترجع عنده. هذا ماشي خاص المواكبه اولا الخراط ديال كل شيء، ما نخليوش غير الجمعيات النسائيه هي اللي كتضرب على محاربه العنف او مكافحته، انما ينخرط الجميع بشكل ان هذا مشكل جماعي اللي كي يعني كيسقط الدوله في نظر العديد من الجهات. القضيه ديال الامعان، دابا كيفاش غنحنا شنو حدود هذا الامعان بحال اللي ذكرت السيده، حدود الامعان كيفاش انا غنثبت انا مضايقه في الشارع، كيفاش غنثبت خصني نبقى ماشي البورتاب معايا كنصور به شكون اللي غيمعن فيا النظر، شكون اللي غيقول لي كلمه، يعني مسائل اللي هي خاص فيها اعاده النظر. قضيه ديال التغطيه الصحيه ما كايناش بتاتا في القانون. التغطيه الصحيه لما كتطلق الزوجه كيستافد منها كتبقى الاستفاده عند السيد وهي كتخرج ضحيه ديال عدم تغطيه او حمايه صحيه بالنسبه لها ولا الاولاد ديالها. انا غنتقل الى سمحتي مباشره المقترحات في اطار هذا القانون اذا تم طبعا التجويد، اللي عندي فيه ملاحظات. اولا القضيه ديال الاقتراب، الاقتراب عدم الاقتراب من مكان الزوجه، وفي اسبانيا مشاو بعيد حدوا المسافه وعندها ضوابط وعندها اليات اللي هي زجريه معقوله. نمشيو مثلا القضيه ديال عفوا فيما يخص عندنا نعم التنازل، التنازل ما معنى التنازل؟ كنذكروا في القانون ان للحق الحق للجمعيات انها ترفع يعني تنتصب عن الضحيه باذن منها، ومن بعد كنجيو كنقولوا اذا تنازلت، واذا ديك الجهد اللي بذلته ديك الجمعيه وديك النفقات وديك طلعوا هود وشحال الثمره في الاخر بجره قلم، وحنا كنعرفوا هذا الشيء وعشنا مع الجمعيات كثيره سواء على مستوى المراه العامله في النقابات او المراه يعني بشكل عام، كيجي فقط الزوج كيمشي كيقول لا صافي ورغبه مسكينه والمراه ضعيفه وكتلقى ليس لها معيل وما كتنازل، في حين حنا كمجتمع مدني ما خصناش نتنازلوا باش نربيوها، واخا تنازل هي حنا نستمروا في رفع القضيه ويخوض يعني الزجر ديالو. غادي نمشي مباشره الماده آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، الماده أربعة اللي فيها تشكيل ديال الخلايا واللجان المشتركه. كنمشيو للماده 10 بالنسبه للخلايا، جيد تم التنصيص على تكوين خلايا وفقا لمبدا التخصص ومبدا المناصفه. كنمشيو للجان المحليه واللجان الجهويه واللجنه الوطنيه، لم يتم فيه التنصيص على مبدا المناصفه، وحنا كنعرفوا لولا ديك مبدا المناصفه الذي تم التنصيص عليه في المجلس المستشارين والله ما كانوا يوصلوا ديك المستشارات المجلس المستشارين، اللائحه اللي فيها اربعه يمشوا فيها اربعه ديال الرجال، فبالتالي خص التنصيص يكون ضروري. انا كنتمنى من السيده الممثله ديال الوزاره ان هذه النقطه هذه ما نخليوهاش هكذا، لان والا غنمشيو للجنه الجهويه فيها الوكيل العام او نائبه، ربما ما نلقاوش شي محكمه الاستئناف اللي فيها شي وكيله ولا نائبها. كنمشيو لقاضي التحقيق، قاضي التحقيق نفس الشيء، وحنا عندنا قضيات كنمشيو فقط ملي مشاو المساعد الاجتماعي عملوا المساعد او المساعده، وعلاش فخري ما كاينش القاضي او القاضيه المحامي؟ واش حنا ناقصنا محاميات ناقصنا قاضيات؟ فهاد الشيء خصو يتم التنصيص عليه بشكل واضح، لان الا خلينا الامر على عواهنه هكذا نعطيوها هي تكلفنا اللجنه، فارجو ان يتم التنصيص سواء في اللجان الجهويه او اللجان المحليه او اللجان الوطنيه، التنصيص على مبدا التخصص، لان ما غيحس بالمراه غير المراه، بسمحوا لي مع احترامي للرجال اللي حاضرين هنا، لان هي اللي كتحس بهذه المعاناه. غادي نمشي طبعا كانت هنا في القانون اشاره الى النص التنظيمي، النص التنظيمي خصو ياخذ بعين الاعتبار هذه المسائل هذه. ثم ملي كنجيو نعقد اللجان الوطنيه او الخلايا او دائما بدعوه من الرئيس، ولا هذا الرئيس ما باش قلتلوش يدعي الى الاجتماع، ما غندعيوش احنا الى الاجتماع، فارجو ان يضاف كسائر القوانين الاخرى ان اما كتكون بدعوه من الرئيس او كتكون بدعوه، عطيو القيمه لديك المجلس او اللجنه الجهويه كتكون بدعوه على الاقل من ثلثي، نحد واحد النسبه انه هذاك الرئيس احيانا يجبر لان يدعي الى انعقاد اللجنه من طرف الممثلين ديال الهيئه سواء المحليه او الجهويه. مسألة أيضا نفس الشيء بالنسبة للأسف يعني الوقت كيسمحش باش يبقى الواحد يدقق، ولكن أعتقد أنه ضرورة
حنا ماشي مزروبين باش نخرجوا قانون، خصنا نخرجوا قانون ونخرجوه بالقواعد ديالو، قانون اللي انتبهوا به في المحافل الدوليه، اللي انتبهوا فيه امام المغاربه، ونقولوا بالفعل حنا حققنا المغاربه شي حاجه، لان هذا الشيء اللي سمعنا لا من افتتاح ديال رئيس المجلس ولا من يعني من بعض الاحصاءات ديال المجلس المجلس الوطني لحقوق الانسان، كيألمنا سواء المراه داخل الاسره او داخل العمل. واحد الحاجه اخرى خصنا نتكلموا فيها هو العنف السياسي الذي يمارس على النساء، لولا ديك الكوطا وواحد المجموعه الامور لما وصلنا الى ما وصلوا له، وهذا عنف حتى هو خصو يراعى ويمارس على النساء. شكرا، واستسمع على الاطاله اذا طلت. لا، قد أطلت وكنت جيدة ومدافعة يعني على قضايا النساء، فمقدر أختي فاطمة ذكريني سيدتي الهيئة، الهيئة هي الاتحاد الوطني للشغل. شكرا. إذن أعطي الكلمة لنادية وبعدها خديجة، ستكون متدخلة بعد نادية. تحية نضالية. وأطلب لحظة زعما سمحي لي، أطلب من الأخوات الله يخليكم نسمعوا، لأن راه المداخلات مزيانة ومفيدة جدا. شكرا. تحية نضالية للأخوات، وشكرا السيدة الرئيسة، شكرا لمجلس المستشارين نسائه ورجاله على إثارة هذا الموضوع. أنا لن أشتر الكلام ولن أغوص في ما يعيب هذا القانون، لأننا نتفق مع كل ما جاء، وكنقولوا بأننا غادي نعبر لكم على التخوف ديالي إلى خرج هذا القانون بهذه العيوب هذه، وغادي يتقبر النقاش من بعد. ثانيا غادي نقول بأن إلى مشينا في السحب ديال هذا القانون، وحنا كنا من الموقعين على السحب دياله، وكنطالبوا بإعادة الصياغة، واش غادي عاوتاني ياخذ واحد الوقت كبير باش عاوتاني يرجع وغادي نبقاو بلا قانون؟ يعني عندنا خصنا نفكروا في هاد الامرين. وعندي واحد توجه للاخوات المستشارات، شنو هو الامل في ان يخرج هذا القانون على الاقل معدل نوعا ما؟ واللي غادي نلح عليه هو ان مع هاد القوانين بحال هذه راه ما كيتكون لا اغلبيه ولا معارضه، ما خصناش نفكروا بهذا المنطق، لان لا فكرنا به راه المراه المغربيه اصبحت في خطر. المراه المغربيه ماشي غير المراه في البوادي ولا هذا، المراه في الحواضر، المراه في سواء كانت كتشتغل ولا كانت في البيت ديالها، معرضه لجميع اشكال العنف. انا غادي غير نعاود لكم واحد هذا غير باش لا مجال للمقارنه في الحقيقه، ولكن واحد الوضعيه هذا سميت واحد السيده عاودت لي بانها هي مغربيه ومزوجه في كندا، مزوجه بواحد شخص مصري، وقع بيناتهم شناءان وتهجم عليها بواحد لاكاج ديال العصافير اللي عندهم في الدار. ومهم ديك ساعات وصلت لهذا، عيطت على الشرطه، جاو بداو كيسولوها وداك الشيء، وقالت لهم ودي راه ماشي اول مره. قالوا لها ملي ماشي اول مره، قالوا لها غادي تحسبي من دابا سنه وغتشوفي راسك كيفاش غتولي الوضعيه ديالك مع وليداتك كيفاش غتولي. من بعد ملي مشاو لو بروسي اصلا هي ما حضراتش، كيحضروا المحامين ديالها تجنبا النفسي يعني النفسيه ديالها. واللي كان مثير شويه هو ان تذكروا على السيده وعلى الوضعيه ديالها، والقانون لا يرحم في هذا، ولكن اللي كان مهم هو هادوك لي زوازو اللي هزهم وضربهم بها، تكلموا عليهم اكثر من ثلاثه الساعات، واعتبرت انها جنايه في حق هذوك العصافير. يعني هنا كنشوفوا بان التمثل ديال العنف كيفاش هو في المفهوم ديالو الشامل، يعني كيما عنف ضد انسان ولا حيوان راه بحال بحال. وهنا اللي غادي نرجعوا لهاد، حنا كيفاش كنتمثلوا العنف؟ حنا شنو عندنا؟ حنا ملي كنربي ولدنا كنضربوا كنقول له راه كنربيك، هو غدا غيضرب مرتو يقول لك غنربيك، وغيضرب اختو، وغيضرب البنت في الشارع يقول لها غنربيك، لان في الدين ديالو انه ماشي جرم. يعني خصنا نشتغلوا على قانون يرقى انه يحس بان اي انسان مرا ولا راجل ارتكب عنف ضد انسان اخر فهو جرم، غادي يعاقب عليه القانون، والقانون ما خصوش يبقى يرحم. وكذلك غادي نهضر على واحد المساله اخرى، هو التعامل مع هذه القوانين. راه حضرنا وشفنا غير محاكمات سورية، ولكن كتدل على ان راه التعامل مع القانون حتى هو
حتى هو كيعرف مشاكل كثيرة. لهذا على الأقل يكون عندنا قانون. ودابا كان نشدكم الأخوات في مجلس المستشارين بجميع التلاوين السياسية والنقابية وخصوصا النقابية على أنكم احنا كان نضلوا في الشارع كنكونوا في الوقفات كنكونوا، ولكن دابا المسألة عندكم الحمد لله اللي وصل النضال هذا. وكان كنطالبوا بأن تكون إن شاء الله شي نتيجة ونوصلوا للمبتغى على الأقل إعادة الصياغة ديال هذا القانون. وشكرا. شكرا خديجة. وبعد خديجة سميرة ولكن نقابية هذه المرة. تفضل. نعم طلبته وعاود طلبته الماء الناس لا تستحقون الماء وغير الماء ونعتذر نعتذر نعتذر وملاحظة في بلاصتها. خليونا دابا الآن سنسمع الأخوات الصديقات. وفي الحقيقة أنا مازال ما تعلمت نقول الكلمة الكلمة للأستاذة خديجة، ولكن الله يخليكم نسمعوا لبعضنا بعض نسمعوا لبعضنا بعض وماشي نتحدثوا، لأنه الآن نحن في إطار استشارة وبنت مجموعة ديال الآراء اللي يمكن غادي نزيدوا نعمقوا فيها من بعد كجمعيات وكنقابات وكمستشارات النقاش. تفضلي. شكرا. شكرا السيدة توريا. واش يعني الحاضرات في القاعة؟ أنا جاني هذا الإحساس قلت كون غير كنت عصفورة في كندا. لا عصفورة بلا نكون معاه. التي تسالي توريا. شكرا. هو في الحقيقة أنا كنشكر السيدة توريا بزاف وكذلك السيد رئيس مجلس المستشارين على هذه المبادرة، ولكن مع ذلك يعني احنا دابا الأغلبية في القاعة لقينا روسنا بيناتنا اللي دائما يعني كنتواجدوا حتى خارج البرلمان من أجل إلا سمحوا لي الإخوان هذه المرة، يعني نفسنا احنا كنتواجدوا حتى خارج البرلمان من اجل مناقشه هالظاهره ديال العنف والحمايه القانونيه منها. في الحق كنت اعتقد بانني سوف اجد يعني الاعضاء ديال مجلس المستشارين كثار يعني في هذه القاعه، وان غيكون وسطنا هنا لقى هذا المشروع قانون 113 باش نشرحوه. لان كنت كنتمنى بحال مثلا المجلس الوطني حقوق الانسان او مثلا وزاره التضامن، لان هادشي اللي قالوه كنتفقوا معاه وكنشاطروا عليه، ولكن هو غير مجسد. احنا هادشي كنتفقوا عليه راه هو المنطلق، ولكن احنا بغينا كيفاش ندخلوه في هذا القانون. انا كنت كنعتقد بان هكذا غادي يكون النقاش، لان مثلا ملي كنتكلموا على العديد من الامور في الحمايه في بزاف الامور كنا يعني خصنا نناقشوا واش كاينه في هذا القانون، ولا ما كانش كيفاش غادي نديروا لها. يعني كان خصو هذا القانون يكون وصلنا هنا ونكونوا عمليات. ولهذا انا كنعتقد بان يعني هذا الهدف لم يتحقق كليا، يمكن جزئيا، وبالتالي انا يعني لدي ملتمس المجلس المستشارين والسيد رئيس ولكم والسادة توريا اننا ننظموا ورشه عمل، ورشه عمل للتدقيق في هذا القانون، ونمشيو اشنا هي المقترحات العمليه. لان يستحيل في 3 دقائق ولا 5 دقائق غادي نوفيو كلشي، لان مثلا بعض المداخلات كانت مهمه جدا لا ديال الصديقات في جمعيات نسائيه ولا في تحالف ربيع الكرامه ولا الاخت، يعني كانت زعما مقترحات لي مهمه جدا مهمه. وهكذا خصو يمشي العمل بهالطريقه يعني تقنيه. لان مثلا انا في هذا القانون غادي نقول غير بعض من الملاحظات، ممكن ليش نقول كلشي. اولا البناء ديال القانون، واش هذا القانون البناء ديالو قانون ديال مناهضه العنف؟ هذا ليس بقانون لمناهضه العنف، لانه كيشمل العديد من الفئات داخل المجتمع، كيدخلها مع نصف المجتمع واكثر ديال النساء. ولكن مناهضه العنف ضد النساء عنده متطلبات خاصه،
تختلف عن مناهضة العنف ضد فئات أخرى داخل المجتمع. القانون التونسي هو واضح، كيقول القانون للقضاء، ما كيقولش حتى محاربة ولا مناهضة، يعني رافع السقف للقضاء على العنف ضد النساء. وفعلا وفعلا هو يعني جاب من 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 تصور ومن وجهة نظره كل ما هو متطلب أو أهم ما هو متطلب قانونا من أجل مناهضة العنف ضد النساء، بداية بتحديد الأهداف ديال هذا القانون. هذا قانون ما فيش هدف، ما عندناش هدف. القانون التونسي كيقول لك احنا الهدف القضاء على العنف، وكيقول لك العنف القائم على النوع ايا كان مرتكبه ايا كان شكله وايا كان نوعه، طبعا بطريقه ديال التعبير ديالهم. كيقول لك بانه ايضا القضاء على التمييز، لان العنف هو تمييز، هو احد اشكال التمييز، احد اشكال العنف. هنا ما كاينش تعريف ديال التمييز، لا بغينا نمشيو للاطار المفاهيمي نخليو الاهداف اللي غير محدده في هذا القانون. مثلا في الاطار المفاهيمي، بغض النظر على النقص اللي كاين في التعريف ديال العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي، وكذلك ما كاينش العنف السياسي، وبين قوسين يعني في تونس لم يكن في مشروع القانون الذي قدم الى البرلمان العنف السياسي، ولكن من اضافه هو البرلمان التونسي. قال لهم ستوب، هادو ما كاينش غير هاد الانواع ديال العنف ولا هاد الاشكال ديال العنف، كاين واحد العنف اخر سميتو السياسي، والبرلمان ضافو وضاف يعني التعريف ديالو. كذلك ما كاينش تعريف التمييز، جينا لابالت قلنا لا ماشي مجالها ما نعرفوش التمييز. دابا كنهضروا على العنف القائم على التمييز، العنف احد يعني احد اشكال التمييز، وعرفوا لينا التمييز. غير نساجموا، اي بعضياتنا نساجموا، كنقولوا شي حاجه نكونوا قدها ونفعلوها، ما نكونوش كنديروا الاستهلاك، الاستهلاك الشفوي. كلنا متفقين على التمييز وان العنف ضد النساء قائم على التمييز، ياك، ونعرفوا التمييز هو الاول الى جانب هذه الاشكال ديال العنف، ونحسنوا من التعريفات اللي كاينه لهذه الاشكال ديال العنف من خلال اضافه عناصر اخرى. لان مثلا العنف النفسي كاين معرف، ما عندناش في المشروع شي فعل ديال العنف النفسي اطلاقا. علاش جبنا العنف النفسي؟ واش النيابه العامه ملي غتبغي تتابع غترجع للتعريف؟ لا يمكن. احد مبادئ الشرعيه في الماده الجنائيه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، واخا ضل تعرف، تعريف مهم، ولكن الا ما جبتيش ليا هاد السلوك هاد الفعل هو جريمه وتحدد لي العقوبه، لا يمكن ان تتم المتابعه. كلنا كنمشيو مع هذا الخطا الى عرفنا الى درنا التعريف، وهادشي تحت رقابه قيدومتي في المحاماه الاستاذ عائشه الخماس، يعني كنجيبوا تعريفات ولكن ما كنجيبوش افعال. راه حنا كنعرفوا لاننا كنستحضروا بعض افعال الفن، بحال مثلا لو هارسيلمون مورال، بحال مثلا التهديد، الاكراه، التهديد، واحد المجموعه من الامور، ولكن نجرموها. هنا ما كاينش عندنا تجريم ديال العنف النفسي. كذلك حتى العنف الاقتصادي، حنا كنهضروا بزاف على الموارد في المقاربة ديالنا، مثلا الارث ليغيطاج، ولا مثلا في الاراضي السلاليه ولا شي حاجه. هذا الشيء باعتباره موارد، موارد ماديه، موارد ماليه، موارد اقتصاديه، الارض راه احد الموارد، ولكن في التعريف ما كندمجوش هذا الشيء. باش نمشي بسرعه بالاضافه لهذه المساله ديال 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 التعريف، انا كنتفق على ان هذا القانون ما فيهش الابعاد اللي تكلمت عليها الاخت، اللي خصها تكون في قانون شامل اللي تكلمت عليه ايضا الاستاذه الخماس، اللي هي الوقايه الحمايه الى غير ذلك. السيد رئيس المستشارين بدا لينا بالنسق الثقافي، وبدا لينا وتكلم لينا على واحد المجموعه من الامور يعني اللي انا كنشاطروا فيها الراي، التمثلات الى غير ذلك. هذا الشيء فين ممكن نلقاوه؟ في قانون شامل من لمناهضة العنف أو لمحاربة العنف أو للقضاء على العنف، كنلقاوه في جانب ديال الوقاية. الوقاية ما كايناش في هذا القانون، ما عندنا حتى شي حاجة كتكلم على الوقاية. نرجعوا نستأنسوا بقانون ديال تونس، اللي هي دولة عندها نفس يعني بحالنا، إسلامية عربية مجاورة، نفس القارة، نفس هذا شمال إفريقيا إلى غير ذلك. نرجعوا ونشوفوا كيفاش تناولت لهذا الجانب ديال الوقايه، كيفاش دخلت الاعلام، كيفاش دخلت البرامج التعليميه، كيفاش دخلت واحد المجموعه من الامور، من اجل اننا كل شيء هذا الشيء اللي نديروه تكلمات عليه الاخت سميره اللي مشات الاصل ديال العنف، ولا اللي تكلمات عليه الاخت، كله كنجمعوه في الجانب يعني ديال الوقايه. في الجانب ديال الزجر،
يعني قليل اللي جديد في هذا القانون، مثلا الطرد من بيت الزوجية ولا مثلا شي مسائل أخرى ولا تبديد ممتلكات الأسرة، ولكن كنفتح قوس باش نقول على أن هاد الصيغة هادي رفها تراجع على أول صيغة اللي كانت في لو 7 نوفمبر 2013. كاين تراجع كبير، حنا كنا باغيين نزيد القدام، فإذا بيزدنا اللور مثلا التراجعات اللي كاينة، كان واحد الفعل سميتو المس بحرمة جسد المرأة، فهذاك المشروع كان مجرم، فهذاك لافون بروجي تحيد من الصيغة اللي جات في مارس، وتحيدت في يعني في الغرفة الأولى ما تمش تداركه. كذلك كاين تراجعات أخرى، مثلا في الصيغة الأولى كان أن الشواهد الطبية ديال الأطباء نفسانيا تثبت العنف، ما طارت ملي جاتنا الصيغة الثانية في مارس، طارت هاد المسائل ما بقاتش. ملي كنتكلموا على الزجر، راه بغينا يعني نحاربوا ونعاقبوا على واحد الفعل اللي كيتعتبر جريمة. هاد المشروع هو كيفتح مداخل للإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء. كاين بعضها اللي ذكروه الأخوات، بحال مثلا المسألة ديال أن التنازل كيوضع حد المتابعة والعقوبة إلى غير ذلك. مسألة ديال شي أفعال جرمية خص ضروري شكاية، هذا إفلات من العقاب. لأن ملي كنقولوا واش عباد الله، ملي كنقولوا مسؤولية الدولة وكنقولوا بدل العناية الواجبة، وفينا هي؟ راك تخلي العنف من نهال ديك السيد، قدمتي شكاية معاك ما قدمتيش، أنا لا يعنيني الأمر. وإذن ما نبقاوش نقولوا بأن العنف شأن عام، ما نبقاوش نقولوا مسؤولية الدولة، ما نبقاوش نقولوا يعني البدل العناية الواجبة. راه العناية الواجبة راه هي هذه اللي كيركز على المجلس الوطني حقوق الإنسان كاينة في الأدبية الدولية، هي هذه، وأن شأن عام وخا هي تسمح لك كاينة الدولة كاين المجتمع. أما ذاك الاستقرار وذاك الشيء، ذاك الشيء راه وهمي، راه عندنا في الأوهام ديالنا. استقرار كنديرو بالتعليم وبالثقافة وبالاحترام وبالمساواة وبالوضع الاقتصادي وبإعادة النظر في المشروع التنموي اللي فشل، لأن تا هذا المشروع جا هو إرث ديال المشروع التنموي وإرث ديال السياسة السابقة وديال الحكومة. دابا كاين عقاب سياسي من أعلى سلطة سياسية في البلاد اللي كتعتبر بأن الحكومة السابقة فشلت. وهذا القانون ماشي ما نقولوش عليه نفس الشيء، ونديروا غير الرياضيات بار ترانزيتيفيتي ونجيو نديروها غير المنطق العلمي. كذلك الملك قالك مشروع فشل المشروع التنموي، هادشي كله جا فداك السياق واستحضرنا فيه، والتنميه البشريه واستحضرنا فيه واحد المجموعه من الامور. يعني انا كنقول غير نكونوا منسجمين في خطاباتنا وفي تحليلنا، يعني يكون واحد النوع انسجام باش نمشي عاوتاني بسرعه. الإفلات من العقاب في العنف النفسي، لأن هذا المشروع لا يجرم العنف النفسي كما قلت، كذلك لا يجرم الإجبار على التنازل. دابا كنلقاو الشرطة، وأنا ممكن نقدم عدة شهادات من الحالات اللي عندي شخصيا بأن الشرطة تجبر على التنازل. مشروع ديال قانون تونس يجرم على شي رجل أمن أنه يفرض أو يتكلم مع المرأة على التنازل، يجرم ويعاقب على الخرق ديال القانون، بل إنه يفرض في الإجراءات المسترية التنقل فورا، ينص على التنقل فورا ملي كيتلقى شي شكاية ولو غير بالهاتف. أنا ما عدناش إجراءات مسترية وما كاين حتى حاجه في هذا المشروع في الجانب المستاري، لا كيفاش كتقدم الشكايه ولا كيفاش كندخلوا ولا شنو نديروا ولا شنو نتاخذوا ولا شنو، حتى التدابير اللي كاينه تدابير. ايوا التدابير امتى؟ راه في القانون التونسي راه دارت مسطره استعجاليه وعطات القاضي الاسره التدابير اللي كيديروا 6 شهور وكتمدد 6 شهور اخرى، وماشي ضروري تكون شكايه. هنا كل شيء كربطوه بالنيابه العامه، بمعنى ضروره شكايه وضروره مسطره وضروره تمشي وضروره مجموعه من الامور. القانون التونسي كيعطي الامكانيه يعني الناس ديال الامن ان حتى هما كيديروا تدابير مؤقته ديال الحمايه. واش حنا نتسناو حتى دير شكايه وتمشي؟ راه الاسي بي راه قالت لك راه الله 3% اللي كيتقدموا بشكايات، راه لا يعقل، راه لا يعقل. راه كنضحكوا على راسنا، راه كنضحكوا على راسنا صراحه، كنضحكوا على راسنا ملي كنقولوا مثل هذه الاشياء. لو ان هذاك النفوه شتي كاينه دول اللي ديمقراطيه وما كيتسامحوش مع العنف وكل شيء كيقوم بالدور ديالو وكل شيء، ومع ذلك ملي كيجيبوا قانون كيجيبوا قانون دقيق، ماشي كيجيبوا قانون فيه شبه شعارات، ماشي حتى شعارات. كذلك الافلات من العقاب كاين في عدم النص على الحق في جبر الضرر.
جبر الدره والمغرب دار سياسه قداش ديال العداله الانتقاليه وديال جبر الدره وديال هيئه الانصاف والمصالحه. وملي كنجيو هذا القانون ما كننصوش على جبر الدره المادي والمعنوي، على الحق في التعويض ما كننصوش عليه. لا يمكن، القانون التونسي نص على القضيه ديال التعويض وكذلك احلال الدوله محل الضحيه في الحصول على التعويض المادي ديال لان ديال العداله. هذه الشروط، هذا احد شروط المحاكمه العادله. المحاكمه العادله ما كتكونش غير الجونات، كتكون الضحايا ايضا ديال الجرائم. الضحيه عندها حق في المحاكمه العادله. المحاكمه العادله لا تكتمل الا بضمان الحق في المساله ديال التعويض. هنا ما كاينش مساله نص عليه ولا احلال الدوله. حنا النفقه وما كتاخذهاش مرا محسك التعويض. الا بغينا نقولوا كنا كنصوا على مسؤوليه الدوله وان العنف شان عام وعلى ضروره بدل الدوله للعنايه الواجبه اللي كنقولوا، راه هنا فين كتبان. هنا ماديا في نصوص في اجراءات في تدابير في هاد الامور، ماشي كنقولها شعار وملي كنجيو هنا ما كنلقاو حتى شي مجال ديال 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 التطبيق ديالها. كذلك نعم كذلك يعني واحد المجموعه من الحقوق اللي كاينه في القانون التونسي ديال الزاميه اشعار الضحيه، مجرد ما كتكون شكايه ولا كيتنقل ذاك رجل الامن واحد المجموعه من الحقوق ديالها بما فيها احاله نقلها، ماشي احالتها، نقلها للعلاج. حنا ما كايناش شي حاجه فيها مسؤوليه الدوله انها تعالج هذيك الضحيه من ذاك العنف، ما كايناش، ولا نقلها ولا تاخذ لها شهاده طبيه. نقولوا بان كاينه خلايا، انا التراجع الخطير اللي كاين في العمل ديال الخلايا في المحاكم وفي المستشفيات ومراكز الشرطه ومراكز الدرك يعني لا مثيل له. انا كنعتبر بان كاينه واحد الردة خطيره داخل المجتمع، ردة خطيره. حتى بعض المكتسبات كاين تراجع. انا بعدا شخصيا كنتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام اللي كنقوله. ولو كتكون عندي قضيه ديال العنف ما بقيتش كنمشي عند الخاليه، ما بقيتش كنمشي عندها، كنمشي عند اي نائب اخر عند وكيل الملك وكنديروا اجراءاتنا. يعني ان هذا الشيء خصو يكون نص عليه، النص عليه بدقه. كذلك بون تكلمت لكم على الطلب ديال الحمايه اللي كيتقدم مكتوب وخصها تكون جهه محدده والمسطره مستعجله حتى على مستوى يعني مستوى التجريم. قلت قبيله على قالت الاخت واخوات اخرين بزاف الافعال غير مجرمه ولا كندخلوا فيها عناصر تعجيزيه. وبخلاصه ممكن نقول على ان ما كنلمسوش هنا بان كاين شي تصور خاص بهذا القانون ديال مناهضه العنف في التجريم وفي العقاب. علاش؟ لان كيمشي لك فصل فلان فلاني في القانون الجنائي. راه هذاك القانون الجنائي راه 1962، راه هذاك القانون الجنائي ملي كتجي الاغتصاب كتلقاي في جرائم الاخلاق والاسره. لا سيدي، ماشي جريمه اخلاق واسره، هذيك الجريمه مست بيا انا، انا بصحتي انا وبكرامتي انا وبجسدي انا قبل ما تمس بالمجتمع وبالاسره. راه غير ملي كتحطها هكذاك تحيل القاضي على واحد المجال، يعني الزينه ومشينا تما بغض النظر على ان بزاف الافعال يعني غير مجرمه. ومن شهرين الى 10 تصوري في القانون الجنائي، لان ملي في النشاط اللي كانت دارته لوني فام مع المجلس الوطني لحقوق الانسان ومع تحالف ربيع الكرامه كنت قدمت يعني قراءه تحليليه نقديه القانون ديال تونس. وانا تفاجات، تصدمت، نقدر نقول لك بانني تصدمت لان ما مشيتش غير ليه ولكن رجعت لقوانين اخرى، مجله ديال حقوق الطفل، مجله جزائيه، داكشي كله. ملي كيقول لك فعل كيقول لك عقوبه محدده، ما كيعطيش من شهر لسنتين ولا من سنتين لعشر سنوات، ما كيناش، كيعطيك عقوبه محدده. ونادرا نادرا فين كيدير لك حد ادنى وحد اقصى العقوبه. ويلا دار حد ادنى وحد اقصى العقوبه ما كتكونش واحد يعني واحد تفاوت كبير. المهم على اين الا بغيتي نزيد نضيف شويه نقدر نزيد نضيفه، الا كان صعيب وخديت وقت اكثر ممكن انني نتوقف. ولكن نقول لك باش نمشي ديك اللجنه الوطنيه، اللجنه الوطنيه غنقول لك حاجه وحده. شوف اللجنه الوطنيه شتي مثلا الطفل، هنا كيتكلموا على الطفل ضحيه العنف اللي كيتمارس على الام، كيكون حتى هو ضحيه ماشي اي طفل. وكيقول لك الاستماع لذاك الطفل مره واحده ويسجل الاستماع اليه. حنا عندنا ملفات اللي فيها عنف ضد اطفال
كان طفلة كنوب على عندها 5 سنين ضحية ديال ديزاتوشمون سكسويل ديال باها يعني الانسست. استمع للبوليس مرة وجوج وثلاثة، قاضي التحقيق مرة وجوج وثلاثة، والقاضي مرة وجوج، والهدف ديالهم مش يوصلوا الحقيقة، يلقوا التناقض. هي هذيك ديال ديك الطفلة كأنها روبو غتبقانا. أنا نستنبهوا ليه بكل بساطة وعيطنا على البيدو بسيكياتر. كتقول ما ودي هذيك البنت ما خصكمش تبقاو تسمعوا ليها، لان البنت اي دو اوبلي بور كومونسي اون اوتغ في. دابا القانون التونسي قالها الاستماع الى الطفل مره واحده الضحيه وتسجيل الاستماع اليه، ويلا بغيتيه عاود خدم هذاك التسجيل. انت الا كنتي انكومبيتون ولا ما مهتمش داك الموضوع وما طرحتيش جميع الاسئله تحمل مسؤوليتك. ما تخصو يفترض فيك انك عارف كل شيء الاسئله. وكاين ايضا كيهضروا على الاختصاص، راه شرطه مختصه، راه قضاء، احنا ما عندناش هذا الاختصاص حتى على مستوى يعني الشرطه. يمكن نقول لكم اخر حاجه هنايا في المساله ديال المسؤوليه ديال الدوله، كتنص على اشنو خصها تقوم كل وزاره معنيه بظاهره العنف ضد النساء. وزاره الصحه، وزاره الداخليه، وزاره العدل، وزاره المراه، عندهم مجموعه من الوزارات كلها محددين لها ليطاش ديالها اشنو خصها دير. شكون اللي كدير التنسيق بيناتهم؟ اللي كدير التنسيق هي وزاره المراه في تونس. هنا عندنا اللجنه الوطنيه، ها انتم شوفوا معايا ان اللجنه الوطنيه هانس في هذوك تناطب اللجنه الوطنيه المهام التاليه، كنشوف في الاخر اصدار تقرير سنوي عن حصيله العمل. اكوا بون بوكوا بوكوا في القانون التونسي كيقول لك ملي كدير تقرير عرفتي على من كيتعرض؟ رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه والبرلمان. رئيس الجمهوريه يعرض عليه التقرير اللي كدار، ماشي تصدر تقرير. ليش بون كي الكلام كثير، داكشي علاش انا بديت بان نديروا ورشه عمل باش يكون عمل يعني عمل تقني باش اننا نكملوا العمل ديالنا. انا كن يعني اختم بما ختمت به الاخت اللي من النقابه، حنا ما مزروبينش، حنا تسنينا منذ استقلال المغرب الى الان، نتسناو 6 شهور ولا نتسناو عام سي با زان بروبليم، المهم اننا نخرجوا قانون جيد. والصراحه راه هاد الكلمه راه كنقولوها حنا داخل الحركه النسائيه، قالوا بزاف الاخوات وانا كنعاودها، احنا امام محطه تاريخيه، اما نكون او لا نكون. قانون هذا زعما امر غير معقول في ظل الدستور ديال 2011، وحرام وعيب وحشومه انا نديروا هاد النقاشات كامله ونقولوا هاد الكلام كامل وفي الاخر نجيو ونلقاو يعني تصويت بحال هاد المشروع ديال القانون. علاش؟ اشنو خصنا؟ النضال اللي قالت لك الاستاذه الخماس هي قالت لك خصنا نناضلو، انا متفقه معها غنستمروا نناضلو، اما خلينا ما درنا في النضال، درنا لاشين اومان، درنا المسيره البرتقاليه، درنا الوقفات الاحتجاجيه، درنا الندوات الصحفيه، الندوات العلميه الوطنيه والدوليه، درنا الدراسات التحليليه النقديه، المذكرات المطلبيه، ما خلينا ما درنا، درنا الترافع، زوقنا، طلبنا، اش خصنا ندير؟ راه بقى لنا غنديروا اعتصامات. والله العظيم بقى لينا غنجيو قدام البرلمان ولا قدام رئيس الحكومه، انا نجيو نديروا اعتصام ونديروه بالتناوب، يعني كل اسبوع غتجلس واحد 5-6 ديال المناضلات، والاسبوع الاخر ولا 3 ايام اخرى هذه هي الحاجه الوحيده اللي بقات. راه الضحايا جبناهم في السلسله البشريه، راه الناجيات من العنف، الناجيات من العنف، راه امر غير معقول. الله يخليكم كنترجاوكم راه ما يمكنش لينا نتكلموا على استقرار سياسي في البلاد، استقرار سياسي وكثر من نصف ديال المجتمع غير امن وما عايش الاستقرار. بهذا الشيء اللي تكلمتي عليه انتيا واللي تكلمت عليه الاخت واللي تكلم عليه الاستاذ واللي تكلمت عليه الاستاذه، ما يمكنش. فينا هو الاستقرار السياسي؟ منين غيجي؟ منين غيجي؟ ما يمكنش يجي الاستقرار السياسي نهائيا. وشكرا ناتوري. شكرا الاخت خديجه. ولا ما تقولوش توريا درت الوجهيه مع خديجه، ولكن خديجه حيت هما ربيع الكرامه بزاف الجمعيات وحتى حنا موقعين معاهم، ماشي لاننا معاهم، ولكن هو كوميم ميموراندوم اللي كي مذكره وترافع ديال المجموعه ديال الجمعيات وديال ربيع الكرامه واللي توصلنا بالمذكره
وحنا قلنا بأنه هذه الفرصة هي فرصة للنقاش والاستماع، وفعلا أنا متفقة معك بأنه غير كافي، ومن بعد غادي نجاوب على غياب بعض البرلمانيين ديالنا، وأعطي الكلمة للأخت سميرة وتليها فاطمة أخرى، ماشي فاطمة لا سميرة النقابية، بعد عاد نعطيك من بعد سميرة أنت. نعم شكرا، شكرا الأخت توريا. بدوري إذا سمحت لي بدوري كنحيي مجلس المستشارين، وكنحيي يعني مجموعة ديال الأخوات البرلمانيات ديالنا والمستشارات اللي كيمثلوا النقابات داخل المجلس، واللي دخلوا لدى المجلس واستجب للرغبة ديالهم على أنه ما يتناقش هذا القانون، وأنه يتنظم هذا اليوم الدراسي باش تتاح هذا الفرصة باش يتم الاستماع يعني لكل المكونات اللي يتم تغييبها، لأن لم يتم هذه مزيانة باش نسطروا عليها، ما كيتمش إشراك يعني المكونات النسائية في الصياغة ولا في الاقتراحات ولا الأخذ بالاقتراحات ديالها اللي فاش كتصغ قوانين. قانون المناصفة يالله داز، يالله داز داز بطريقة ترفضها الحركة النسائية والتنظيمات النسائية. ونقدم راسي أنا أنا ماشي برلمانية، أنا اتحاد تقدمي لنساء المغرب اللي تابع الاتحاد المغربي للشغل، واللي كنتفق جملة وتفصيلة مع المداخلة ديال الأخت خديجة ديال ربيع الكرامة، واللي أننا كنتبناو كاع المواقف، واللي في الحقيقة قدمتها بطريقة تحليلية يعني كمختصة يعني في المجال القانوني. وكذلك اللي نبغي بما أن رجع السيد الرئيس ديال المجلس، نبغي واحد المسألة قلتيها وترتني في البداية ديال الكلمة ديالك، ديال أننا النساء يطمحوا إلى شيء ما من الكرامة، لا احنا نطمح إلى الكرامة الشاملة، إلى العدالة الاجتماعية الشاملة، إلى المساواة الفعلية في جميع المجالات. ما كنطمحوش لشي شوية، كنطمحوا لكل شيء، بغينا كل شيء، ما بغيش كرامة بشوية، لأن كما كيجي في السياسة العمومية ولا كما كيجي في على مستوى ماشي المجال النقاش ديالها، مع كل احترام الأخت اللي كتمثل الوزارة ديال التضامن والأسرة، ديال أن دارت مجموعة ديال البرامج ديال الخطة ديال إكرام واحد وإكرام جوج، واللي 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 كتعتبر أن الوزارة أنها نجحات بواحد الشكل ديال 100%، احنا كنعتبروها ما نجحاتش، لأن المؤشرات اللي عندنا بين يدينا كتبين بأننا ما تحقق والو، كتبين بأن يومن رايتس كما جا بما أننا كنعتبروها كمرجع يعني عنده واحد الكريديبيليتي ديال واحد المصداقية، راه اعتبرت بأن في مجال المساواة راه كنحتلوا الرتبة 135 على 145، يعني راه ما تحقق والو. المجال ديال إلا بغينا نعالجوه بصح بشكل فعلي، علاش طار داك المجال ديال أننا نشتغلوا على التكوين، على المساواة، على حقوق الإنسان، ما كايناش، لأن شي حوايج إلا بغينا نناقشوا ولكن ماشي المجال ديالو، بما أننا حنا في قانون العنف، والقانون العنف ضد النساء مرتبط بمجموعة ديال القضايا أخرى. راه قانون العنف ما يمكنناش نحيدوه على السياسات العمومية اللي كدار في البلاد والبرنامج الحكومي، ما يمكنناش نحيدو العنف اللي دابا غنناقشوا قانون العنف على التعليم. إذا ضربتي التعليم راك فتحتي المجال ديال العنف كله. شنو السياسة اللي مديورة دابا عندنا في التعليم، المجال ديال التعليم، الصحة، بزاف د الحوايج راه قالتها الأخت الأولانية ديال قالت لك إلا كنا كنطمحوا باش يكونوا عندنا قوانين في المستوى، خص فعلا تكون ديمقراطية حقيقية في البلاد باش يكون عندنا قوانين ترقى إلى المستوى اللي كنطمحوا له حنا، وما نضربوش الحركة النسائية اللي ناضلات سنين باش أن وصلنا لهذا الشيء، واللي كنجيو دابا في ظل يعني كما قالت الأخت خديجة بأن تبين بأن الحكومة البرنامج ديالها فشلت فيه، وهذا الشيء بشهادة المجلس ديال المجلس الأعلى ديال الحسابات بأن البرامج كلها ما تنفذ فيها والو. إذن فاش نجيو دابا حنا كنلقاو راسنا نديروا الإطار العام، راه كتمرر قوانين تراجعية خطيرة بالنسبة لنا احنا كنساء، كنعتبروا بأن مجموعة ديال القوانين اللي تمررت اللي
مش تنازلات على المكتسبات اللي كانت عند النساء واللي ناضلات على الحركة النسائية من السابق. هذا الشيء خصنا ننتبهوا له. مسألة أخرى، ما يمكنش دابا في هذا اليوم الدراسي غادي نعطيو مقترحات. وهذا أنا كنت أتفق مع الاقتراح ديال أن ما غاديش نزربوا ونتجاروا باش غادي نخرجوا شي قانون عوج. لا، ناخذوا الوقت ديالنا وتكون ورشات عمل ويتخاد فيها، ماشي شاورهم وما ديرش برايهم. لا، المكونات النسائية كلها النقابية والسياسية والمجتمع المدني عطات مذكرات خص تخاد بعين الاعتبار، ماشي فاش نجيو للبرلمان يجي يقولك لا 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 ما تجيبليش ما تهدرليش على تجربة تونسية عافاك حبس، لأن هادشي راه تقال. لا، خصنا ناخذوا بعين الاعتبار التجربة التونسية واي تجربة اللي كتخلي ناجحة اللي كتخلينا اننا نتقدموا ناخذوا بها في مجال القوانين ديالنا، لاننا تجارب ناجحة وعطات المفعول ديالها. مسألة اخرى اللي ما يفوتنيش انني باش ما نقولهاش اليوم هو العنف الاقتصادي. العنف الاقتصادي بحكم اننا حنا كنقابيات، حنا العنف الاقتصادي حنا كنعتبره بان مدونة الشغل فيها فراغ. فجينا هضرنا هنا على العنف ضد النساء وما غفلنا بان كاين تشغيل القصيرات في الضيعات الزراعيه، كاين العنف التمييز في الاجر ما بين المراه والرجل، كاين الاغتصاب في اماكن العمل. مزيان نعطيكم امثله بحال في سوس ماسا راه كيتغتصبوا عاملات في الضيعات الزراعيه وباش انهم كيستحيوا باش انهم يمشيو يتابعوا الجاني والباترون ولا داك الشاف ولا هذا، اش كيديروا كينتحروا لان ما تقدرش، لان فضيحه بالنسبه لها، عار بالنسبه لها. يعني شنو هي الحمايه اللي كاينه ديال العاملات؟ قانون الشغل ما فيهش، قانون الشغل على علته ما كيطبقش، وعاد زيد فيه فراغ ديال حمايه ديال النساء من العنف اماكن العمل. يعني مزيان هادشي هذا باش اننا تاهو نتيروه، لان كاين ما عرف بحال كنتجاهلوا المسائل اللي كتتعلق بالعنف الاقتصادي. يعني كاين فراغ 140 زدتي انت يا مزيان. انا الاقتصاد الا انا هضرت غير على المساواه 100 مزيان. المهم كنختلفوش، لان هادو احصائيات، وكاين احصائيات اللي كاينه حتى على مستوى ديالنا ديال المغرب، الاميه وبزاف د الحوايج، كاين مؤشرات، كاين عندك كاينين دي زانديكاتور اللي بالحساب، داكشي بحال كتحسب الخشيبات كيقول لك ها شحال عندك هنا. يعني هادشي كامل اللي كيتقال فاشل زعما، سمحوا لي مع الاحترام ديال المجهودات اللي كدار. يعني يجب اعاده النظر في السياسات وفي البرامج اللي كتوضع مع الاعطاء يعني اهميه قصوى للقوانين. راه ماشي ان ندير قوانين وتكون فارغه، ولا نديرها كاع وتكون شويه متعدله وما كنديرش فيها الاجراءات ديال التتبع ديال التنفيذ. الا ما كانش فيها الاجراءات ديال التتبع ديال التنفيذ راه ما درنا والو، وهذا هو اللي خصنا نسهروا عليه. وكذلك مساله اخرى، واخا تجاوبينا سمحي لي الاخت سوريا، بمجلس المستشارين فيه مكونات، فينا هي؟ انا مع احترامي الرئيس اللي حاضر معنا وكيعطي اهميه لقضيه المراه، لان معروفه عليك ماشي ما كنلوحلكش الورود، ولكن فينا هما المكونات الاخرى ديال مجلس المستشارين؟ فينا هما؟ راه قضيه قوانين الا كانوا في مجلس المستشارين راه كتعلق بكل شيء، راه كاينين فئات اخرى اللي كتمثل، اللي حتى هي عند كاين النساء اللي كاين في المجال اللي هما فيه اللي كيمثلوه، اللي زعما صوتوا عليهم وطلعوهم لمجلس المستشارين باش غيمثلوهم فيه. يعني خص كل شيء المكونات تنخرط، وقضيه المراه راه ماشي ديال المراه بوحديتها ولا ديال النقابيات اللي ديال ولكن هي قضيه ديال المجتمع ككل. وشكرا. شكرا سميرة، والكلمة الأخت فاطمة وتليها سعيدة. شكرا الأخت سورية. سمحت لي الأخت فاطمة. وي 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 وي، لكن ستقبل طريق المراكش ما عنديش. الله يخليك. شكرا للأخت والصديقة سورية. شكرا للسيد رئيس مجلس المستشارين، وبالمناسبة كنحيي رئيس مجلس المستشارين على تنظيمه.
لهذا اليوم الدراسي. كنحيي ايضا الفريق الكونفدرالي لان في السلسله ديال المرافعات اللي قمنا بها حول هذا القانون يعني استقبلونا واحد جوج او ثلاثه ديال المرات وتفاعلوا مع المطالب ديالنا ومع المذكرات اللي قدمناها لهم. انا بدوري كان يعني غنبدي مجموعه ديال الملاحظات. الملاحظه الاولى هي الحضور ديال المستشارات المستشارين ديال الغرفه الثانيه، كنزيد ناكد عليها لان مع من نتحدث خاصنا نتحدثوا مع هاد المستشارين والمستشارات من مختلف الفراغ ومختلف الانتماءات ديالهم، علاش باش يساعدونا في يعني الاخذ بعين الاعتبار هاد الملاحظات والتوصيات والنقاش والمرافعات اللي كنكون. اما في حلقه خديجه روكاني لتلاقينا احنا بيناتنا عارفين هاد الاشياء، اشتغلنا فيها، قدمنا المذكرات الى اخره. فيعني خصنا في المسائل التنظيميه ننتبهوا لهاد المساله. يعني لك الهدف هذا يوم دراسي شنو الهدف منه؟ الهدف منه اننا نتواصلوا مع المكونات ديال هاد المجلس باش نخرجوا يعني بتوصيات اللي هما مسؤولين على انهم يتابعوها. الملاحظه الثانيه هو اننا قدمنا واحد العدد ديال المذكرات، درنا واحد السلسله ديال المرافعات. هذا القانون راه بدا من 2006 السيده سليماني والاخوات، راه تصوروا من 2006 وحنا دابا صافي راه وصلنا ل 2018 سنه. يعني حشومه، عيب وعار، وخاصة في ظل هذا السياق الجديد، في ظل دستور جديد اللي كينص على المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء، الفصل 19، الفصل 164، مكافحة أشكال التمييز. يعني بصراحة واحد التأخر ماشي غير صارخ واضح فيما يتعلق بالانسجام مع هذه القوانين والمقتضيات اللي يعني دارها المغرب ومع ما ينشده المغرب وبالمقارنة مع دولين يعني مجاورة وأهمها تونس. وما غاديش نكرر داكشي اللي قالت سميرة، وأنا متفقة على أنه تجربة قريبة منا عربية مغاربية إلى آخره. ويعني بدعت واحد القانون خاص، لما كنقولوا قانون خاص بمناهضة العنف يعني عنده واحد الخصوصية، ما هوش قانون عام ديال الهضرة على السلوك، الهضرة على الأخلاق، الهضرة على وهذا الشيء راه مازال كيهضر عليه هذا القانون، مازال تيهضر على السلوك ومازال تيهضر على الأخلاق. ونكونوا واضحين يعني دار بواحد المقاربة محافظة بوان ألالين، يعني ما كاينش تطور في هذه المسألة. هذا القانون أي قانون، ما هي أسباب النزول؟ أنا عجبتني الورقة ديال السيدة سليماني ممثلة ديال وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يعني كتكلم على السياق أن المغرب نظر لالتزاماته الدولية ونظر لهذا في المقدمة، وفين هي في القانون؟ فين هي؟ هذا المتطلب الأول. لماذا هذا القانون؟ لأن المغرب صادق على كذا ومنخرط في كذا ووثق كذا وإلى آخره ودار دستور وهذا. إذن هذه الديباجة أساسية، أسباب النزول، علاش بغينا قانون؟ وثم ونزيدوا لأن التشريعات الحالية اللي هي مدونات الأسرة اللي طبلنا لها وغيتنا ومازال فيها إشكالات كبيرة، ولا القانون الجنائي ما استطاعوش يحدوا من هذه الظاهرة، يعني عجزوا على الحد من ظاهرات العنف. لذلك كنقولوا أننا الحاجة يعني كتطلب ان وضع قانون خاص شامل. ولما تنقولوا شامل، عندنا التجربه الاسبانيه وعندنا دابا التجربه التونسيه. ما معنى شامل؟ فيه واحد اربعه ديال الابعاد، فيه الوقايه، يعني شنو الدور ديال التلفزيون وديال الاعلام وديال الكتاب المدرسي والمدرسه ويعني وكل الوسائط التربويه في مناهضه العنف، وقايل دير في القوانين لما كانش عندك البعد ديال الوقايه، قايل دير في الزجر وفي العقوبات الى ما عندك الشق ديال الوقايه. اذا الوقايه باب اساسي ومدخل اساسي تربوي، ما نعانيه الان هو الغياب ديال الوسائط التربويه وديال الوقايه. مساله ديال الحمايه ثانيا يعني باب اساسي. مساله ديال التكفل، يعني مسؤوليه الدوله ماشي شعار ماشي انشاء، كنقولوا مسؤوليه الدوله.
هذا العنف شكون اللي مسؤول عليه؟ بوضوح مسؤول عليه الدوله. علاش؟ لان هي اللي كتنشر ثقافه التمييز عبر الكتب المدرسيه وعبر الوسائط وعبر الامثال وعبر الى اخره، ومسؤوله ايضا بالقوانين، قوانين التمييزيه هي اللي مسؤوله. المساله الثانيه هو التعريف، علاش بغينا هذا القانون؟ لاننا كذا كذا منخرطين. ولكن ما هو العنف؟ العنف هو اقصى اشكال التمييز. كاين التمييز اقصى اشكالها هو العنف. اذا هذا العنف اش كنقصدوا بهذا العنف؟ حنا منخرطين، كاين الاعلان العالمي لمناهضه العنف، كاين تعريف اللي هو دقيق ناخذوه، وتكون المرجعيه واضحه. ما الذي يديرنا يعني تكون المرجعيه واضحه في هذا القانون، ونحدوا المفاهيم اش كنقصدوا بالعنف، اش كنقصدوا بالتمييز، اش كنقصدوا بانواع ديال العنف، الاغتصاب، التحرش، بشكل دقيق. المساله ديال الاجراءات، الا كنا كنعتبروا العنف هو اقصى اشكال التمييز، وان العنف جريمه وانه انتهاك لحق من حقوق الانسان، العنف بالشكل يعني كما يمارس على النساء، اذا فالاجراءات خصها تكون ذات طبيعه استعجاليه وذات طبيعه اللي ما فيهاش هذه الهضره ديال الشكايه توقف والتنازل والى اخره. هذا الطوفان البشري، انا قد نقول لكم راه طوفان بشري، كنقيلوا نستقبلوه وانا عجيز في الامكانيات اللي عندنا وفي القصور ديال القوانين وفي الخلايا ديال الاستماع والاليات الحاليه اللي عاجزه واللي ما كايناش واللي ما فيهاش متخصصين واللي ما كتقومش بالدور ديالها، راه طوفان هذا بشري، هذا ما يصل الى المراكز. يعني كننطلقوا من عمل ميداني يومي، ماشي من انشاء ولا هضره ولا خطاب ولا شعارات. اذا ف يعني خصنا قانون اللي هو دقيق، وخصنا تدخلات واجراءات زجريه ينص عليها هذا القانون. لذلك باش ما نطولش، انا مع السحب ديال هاد يعني جمعيتنا، راها اتحاد العمل النسائي ينضم الى كل الجمعيات اللي كتطالب بالسحب. الا بغينا نكونوا في مستوى ان قانون اللي كيجيب على الاسئله الحارقه ديال نساء ضحايا العنف، وهذا خصو يتسحب. وبحال اللي قالت خديجه حنا ما مزروبينش، يعني 12 سنه سيمكننا نزيدوا واحد العام ونشكلوا لجنه. حنا ما كنقولوش غير السحب، السحب وتشكيل لجنه مشتركه. الا بغينا، لان خرقنا المقاربه التشاركيه وخرقنا المنهجيه التشاركيه اللي كينص عليها الدستور، وخرقنا ما ينص عليه الدستور في الفصل 12 من دور المجتمع المدني الى اخره. اذا خصنا السحب ديال القانون، جوج المطالب، وتشكيل لجنه مشتركه من القطاعات المعنيه ومن المجالس الدستوريه ومن المجتمع المدني واساس الجمعيات التي تشتغل في مجال مناهضه العنف ضد النساء. شكرا. شكرا فاطمة. سأعطي الكلمة للأستاذة فريدة بناني، وأشكرها لأنها تنقلت من مدينة مراكش. استحضارا للعدد الهائل من الندوات والمؤتمرات والورشات التي عقدت هنا ولا خارج هذا المجلس لمدة أكثر من عقد من الزمن، تظن أننا وصلنا إلى مرحلة أن نتساءل أين الخلل؟ لماذا هذا القانون يعرف تعثرا أو يعرف كذا، ولكننا لم نتوصل بعد إلى أن يصدر في صيغة ما، استحضارا كذلك للصعوبة، أنه يستحيل بتاتا بالنسبة للمتخصصين باش في هذا العدد الهائل وفي هذه القاعة هذه أننا نناقش ما سمي بمشروع القانون. 17 مادة إلى مسكتيكين، مادة كتطلب واحد الوقت كبير، الدراسة ديالها من حيث الصياغة، من حيث المضمون ديالها، ماذا يجب أن يكون قبلها وماذا يجب أن يكون بعدها إلى آخر.
تنظن ان ما تفضلت به الاخوات اما ورشه اما لجنه اما كذا للوقوف عند كل ماده ماده. مساله وهي نحن يعني نحن كقانونيين سواء داخل هذه القاعه او خارج هذه القاعه تعبنا من توجيه انتقاداتنا للمشرع فور صدور اي قانون يتعلق بالمراه. يعني خذوا غير دابا اللي ما عارفينه كله مدونه 57 اول ما صدرت وجهت اليها انتقادات متى تم تعديلها 50 سنه بعد ذلك. فرجاء يعني انا سمعت بانه اتركونا اولا يكون لدينا قانون وبعد ذلك يمكن ان نعدله. لا، راه التعديل ديال القانون يتطلب سنوات ويتطلب اجيال، وبالتالي كما قيل ننتظر الى ان يصدر قانون كما يجب. وانا غنقول لك كيفاش هاد القانون. انا ملي كنمسك كقانونيه هاد الورقه هذه وكنقرا مشروع قانون رقم كذا يتعلق بمحاربه العنف ضد النساء، واش هذا مشروع قانون؟ غادي نحلو غادي نمشي الماده، انا باش قلت لك خاص ماده ماده، غنمشي المادة الثانية مثلا تغيير وتتميم القانون الجنائي. واش هي 17 مادة لتسميم القانون الجنائي ولا هي قانون لمحاربة العنف ضد النساء؟ خصنا نعرفوا شنو باغيين. واش بغينا نعدلوا القانون الجنائي القائم ديال 62 كما تم تسميمه، ولا بغينا نصدروا قانون قائم بذاته؟ واش قانون إطار؟ واش قانون شامل؟ ها؟ لا انا تنقول خصنا نعرفوا شنو باغيين. واش قانون اطار ولا قانون شامل لمحاربه او للقضاء؟ عندنا مصطلحات قانونيه عباد الله. يعني ما تخليوناش حنا ندخلوا نبداو كننتقدوا ونعاود نكسبوا ونعاود نكسبوا ونعاود نكسبوا. خصنا نعرفوا شنو باغيين. منين نعرفوا شنو باغيين هذا راه ماشي قانون ديال العنف، هذه راه 17 ماده 16 17 تتعلق بالنشر لتتميم القانون الجنائي القائم كما تم تعديله وترميمه. إذن أنا ما غنسميش قانون ولا مشروع قانون، هي غنسميه مشروع 17 مادة من أجل تعديل قانون أو تتميم القانون الجنائي وماشي قانون قائم بذاته. بالتالي هذا المواد 17 يجب أنا متفقة على السحب. لان لماذا السحب؟ لانهم اللي كنقراوها كنجبروها مواد معيبه مشوهه غير محكمه الصياغه القانونيه، وغادي تطرح لنا مشاكل كباحثين كاساتذه جامعيين. هذا غير في التنظير، عاد خلينا اللي غادي يطالبوا بالتطبيق ديالها، وعاد خلينا اللي غادي راه الصياغه ديال الفصل القانوني ملي تكون محكمه شامعه جامله كتخلي حتى لشي واحد منين يدوز، لا محامي ولا قاضي ولا استاذ جامعي. خلينا نخرج لنا قانون كيف ذلك القانون. هذا القانون هذا المواد هذه انا تنظن ماشي كتقتضي الاصلاح، ماشي كتقتضي التعديل، تقتضي التغيير الجذري. كيفاش التغيير الجذري؟ لان ضيعنا سنين. السيد الامين العام ديال الامم المتحده صدر لنا 2010 دليل التشريعات المتعلقه بالعنف ضد النساء. انا ما نهضرش على الوزاره، انا كنهضر مع المشرع، لان انا كباحثه كنوجه انتقاداتي للمشرع ملي تيخرج القانون. اللي تفضلت به السيده السليماني خصو يكون غير مقدمه للقانون. ها هو هذا القانون، ها هو موجود، شنو خصنا نديرو؟ نحطو عند شمالنا وان نصيغ باليمين. الاطار موجود، المضمون موجود، ويمكننا نضيفوا له من عندنا المسائل اللي مازال عندنا يمكن ما كايناش في الدول الاخرى، ولكن حنا عندنا يمكننا نضيفوا لها. اذا شنو كيطلب هذا؟ كيطلب لجنه صغيره واتفق عليها بلا ما نقولوا لهذا اللي دار ولا هذا اللي دار ولا غادي نغلب هذا ولا غادي يغلب هذا ولا كذا. ناس خبراء يجلسوها الدليل، ها يحطوه بالشمال ويصيغوا القانون باليمين، ما غاديش يطلب لنا لا 4 لا 5 اشهر ولا 6 اشهر ولا سنه. فأنا رجاء يعني ملي كنطلع على هاد المواد، هاد المواد يجب سحبوها، راه ماشي قانون،
ولو انها غادي تندمج ويتم دمجها في القانون الجنائي راه لها تصلح لكي تدمج، لانها مشوهه ومعيبه من حيث الصياغه ومن حيث المضمون. شكرا جزيلا. شكرا استاذتي، شكرا الاستاذه فريده. اود ان اجيب الاخوات على واحد التساؤل حول حضور المستشارين. هو في الحقيقه لقد قدمنا نحن كمستشارين، قلت لكم كرؤساء فرق وكذلك مجموعات، السيد الرئيس، والتمسنا منه ان يعقد يوم دراسي حول هذا المشروع القانون. إذا نحن هم الذين ننظم، نحن نغيب يعني، والذين يغيبون أعذرهم معهم، لكن هناك ممثلين ديال المجموعة ديال الفرق اللي كيشتغلوا معهم في الإدارات متواجدون. هذه من جهة. احنا بعثنا الدعوات توصلوا بها، بالعكس مشينا أبعد من ذلك، لأن احنا بغينا كل المشارب كلها تجتمع ونسمعوا لبعضنا بعض ويكون يوم تشاوري. إذن لا زعما لا دخل لنا بالنسبة للحضور، فالحضور احنا كما قال الأستاذ، قالت الأخت فاطمة مسألة تنظيمية، مسألة تنظيمية، فهي ليست تنظيمية. فغياب ديال السادة المستشارين بعد يكون بعد عود سيدات المستشارات، المهم هو أن السيد الرئيس حاضر، الأخوات النقابية المستشارات حاضرات، وأنتن حاضرات، لأنه النقاش معكم كان يجب أن يكون هنا وأن نسمع لبعضنا البعض. فمن غاب هو اللي كيتحمل مسؤولية الغياب دياله، ونعطي الكلمة هذا هو هذا لأنه أنتم راكم عارفين مستروا هذا، ولكن كيبقى بأنه رؤساء الفرق طلبوا باش يكون اليوم الدراسي معنا ونشكرهم على ذلك. إذن أنا سأعطي الكلمة للسيدة سعيدة الله يودي وستلي. شكرا. أنا لن أطول. سعيدة كينا ليلى، أخت ليلى. بعدما قلت الأخوات الخبيرات القانونيات، هذا المشروع كيتبين أن هذا المشروع لن يحل مشاكل مشكل العنف ضد النساء والفتيات، لا من ناحية ديال توفير الخدمات، الخطط الأمان ولا العناية الواجبة، ولا من كل جوانب. هنايا كان أكرر نفس الشيء، هو أن تكون هناك شجاعة سياسية من طرف وزارة العدل ووزارة التضامن لسحب هذا المشروع، هذا المشروع القانون وعدة صياغاته على ضوء الواقع والحالات والإحصائية، على ضوء الرأي ديال الاستشاري ديال مجلس حقوق الإنسان والملاحظات والمذكرات ديال الجمعيات المجتمع المدني والنقابات إلى آخره، وتشكيل لجينة مع الخبيرات اللي هما الخبيرات اللي كيشتغلوا بالقوانين واللي كيشتغلوا مع النساء لصياغة قانون وفق معايير الدولية فيما يخص لا الوقاية لا الحماية ولا الزجر ولا القضية ديال عدم الإفلات من العقاب، جبر الضرر، العناية الواجبة للنساء. وكما قالت الأستاذة فريدة أن هناك نموذج، ما لن نعيد هناك نموذج اتفقت عليه الدول، نموذج لصياغة تشريعات وطنية لحماية النساء من العنف، وهذه غتبيننا ما نبقاوش باش ما نبقاوش كان تزايدوا بأننا خرجنا قوانين فارغة العنوان فقط، واش نقول احنا درنا لا، كتبقى عناوين. احنا بغينا نكون شجاعة سياسية الآن ونقولوا ييه على حسب ما طرف تونس وعلى حسب القوانين اللي خرجت، حتى احنا ذاك القانون خصنا نردوه ونعاودوا الصياغة ديالو، ولكن هاد المرة مع خبراء وخبيرات من المجتمع المدني، باش ملي كيخرج القانون كيخرج مقاد، وملي غيتفعل غيحمي فعلا النساء والفتيات من العنف. وشكرا. إلا كاين السيدة سميرة، ومن بعد سميرة كاين بشرة، ولكن شفت بأنه يعني هناك شهية للنقاش، فإذا كانت شي إضافة يعني جديدة، أما إذا كنا الآن بدا كتبان بالنسبة للمجموعة ديال ذاك. إذن باش ما نعاودوش تكرار، ليلى تفضلي. ليلى أنا شكرا سيدة الرئيسة، شكرا
جمعية التضامن النسوي وعضوة في ربيع الكرامة. أنا لن أطيل كثيرا لأن قيل الكثير، أريد فقط إضافة إلى ما قيل. سحب ماشي غير المشروع، ولكن كنت كنفكر غير في 490 اللي هو يعني حكر على النساء المغتصبات، واللي نعم الفصل 490 الذي يجرم العلاقة الجنسية الغير الشرعية بين مزدوجتين. وأنا في جمعية التضامن النسوي منذ 32 سنة في النضال لأجل إعطاء يعني الحق للمواطنة للنساء. عانينا من الكثير من العنف، وهن الأمهات العازبات. الأمهات العازبات يعانون من جميع أشكال العنف، يعني يعانون يوميا، ويعانوا أطفالهم معهم بأنواع أخرى من العنف. والاعتراف لهن بالعنف الذي يعني يطالهن لا يوجد في قانون مثل هذا. فكيف يرتقص النساء المعنفات؟ كيف ينقلن من صف الضحية إلى صف المتهمات؟ يعني كيفاش كتكون هي ماشية باش تشكي كتولي تدان لأنها ارتكبت علاقة جنسية خارج إطار الزواج، علما على أن العلاقة التي أقامتها مع إنسان ربما حملت معها مشروع حياة أو توهمت بمشروع حياة، فهي ضحية في كل يعني سورتو لي بلون على كل الواجهات، ومن ضحية نعتبرها متهمة. يعني ثم أتحدث كذلك عن الحمل غير مرغوب فيه بالنسبة للأمهات العازبات وبالنسبة للمتزوجات على حد سواء. الحمل غير مرغوب فيه يجب أن يعطى لهؤلاء النساء الحق في الإجهاض، لأن حملا غير مرغوب فيه هو عنف بجميع مواصفاته، وعنف نفسي في أول الأمر يمارس على النساء ويمارس على أطفالهن. لما نقول لا بد من وقاية وحماية وتكفل وجزر حماية ووقاية وتكفل للنساء ضحايا العنف، وجزر للمعنفين، جزر على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر الجريمة يكون الجزر، لا شبيه بالجزر، فالعقاب خصو يكون على قد الجريمة. أقول يضاف إلى هذا التحقيق في حالة العنف والاستعجال يعني بشكل استعجالي، تحقيق ومواكبة تحقيق، ويعني خلق مراكز للإيواء للنساء ضحايا العنف، تتكلف الحكومة بمصاريفها، ما تخليوش الجمعيات تكون هي اللي على العبء ديالها كل شيء ولا مساعدة من طرف الحكومة. أقول أيضا لابد عن سبيل التحقيق بتسهيل الولوج إلى القضاء للنساء ضحايا العنف، فعوض 3% اللواتي يصلن إلى القضاء تكون جميع المعنفات لهن الحق في الولوج إلى القضاء، ويسمع صوتهن، ويرفع الطابو عن الإجهاض، عن العلاقة الجنسية، عن الأمهات العازبات، عن كل ما هو طابو في ثقافتنا، ولا نعتبر الثقافة أنونديكاب
un handicap pour arriver à des lois qui répondent à la réalité de la société. Et merci. شكرا اختي ليلى. سيده ليلى اعطي الكلمه لسميره وبعدها كاين الكلمه للسيد عزوز. سميره محيا نائبه رئيسه فيدراليه رابطه حقوق النساء. تحية لرئيس مجلس المستشارين، تحية للمجموعة الكونفدرالية على تنظيمها هاد يعني هاد الندوة، تحية للحضور الكريم. بدوري غادي نلح على غياب ديال النائبات البرلمانيات والنواب البرلمانيين اللي ما عندهمش العذر نهائيا، لحقاش لقاء بحال هذا وقانون بحال هذا اللي كيحمي النساء نصف المجتمع، كان خصهم انهم يكونوا ماشي النساء ماشي البرلمانيات بوحدتهم وانما حتى البرلمانيين كان خصهم يكونوا هنايا، لحقاش ندوة بحال هذه هي ندوة. سميرة زعما استسمحوا كي تطير، لا خصني نسجلها توريا، استسمح خصني نسجلها. ما كاينش عذر اليوم، كان خصو يكون، ما نكونوش حنا جمعيات متفقين على القانون كيفاش خصو يكون، عارفين الواقع شني فيه، حنا عارفين، ولكن اليوم بحال اليوم كان خص يكونوا معنا، يعني يكون لقاء ندوة بين المجتمع المدني والمستشارين والمستشارون. وهذا كيتعتبر بحال تبخيس للمجتمع المدني. المقترحات ديال المجتمع المدني والحركه النسائيه صديقتي وانت عزيزتي، اعرف توريا، تسمحي لي ولكن خصنا نسجلوها توريا، خصنا نسجلوها. سميره توريا غير كافي العدد اللي كاين ديال البرلمانيات والبرلمانيين. سميره عزيزتي، لن اسمح لك ان تقولي بانه هناك تبخيص لجمعيات المجتمع المدني. ما كاينينش توريا، ما كاينينش صاحبتي، ما كاينينش. ونحن كمجلس المستشارين عملنا كنقولها وكنزيد نعودها كرؤساء فرق باش يكون هذا اليوم الدراسي ويسمع، لو كنا نبخس عمل الجمعيات ديال المجتمع المدني ما كنا لنلتقي اليوم ولنسمع عليكم. والسيد الرئيس في يعني بالرمزية ديالو حاضر معنا، ولهذا نحن لما جينا نسمعوا لبعضياتنا لا بأس أن نسمع لبعضنا البعض. ماشي غير انتي وصفية تورية، سيكون حتى البرلمانية. عزيزتي سميرة، انت الآن تمرين في قناة ويسمعك مجموعة من المستشارين والمستشارات وكذلك من مواطنين والمواطنات، طبيعة الحال هادشي اللي بغينا، هادشي اللي بغينا. خطبك معزول في قاعة ولا يسمعك أحد. شكرا، تفضل. مشروع قانون 103/13 في صيغته ديال 20 يوليوز 2017 اللي يعني اللي في الحقيقة لم يراعي الملاحظات ولا المذكرات ديال الحركة النسائية، رغم أنه أدخل يعني تعديلات جزئية يعني في هذه الصيغة هذه من بعد ما صادق عليها مجلس النواب، إلا أنها لا ترقى يعني إلى مستوى بحال قالوا كاع جميع الصديقات، لا ترقى إلى مستوى أنه قانون اللي غادي يوفر الحماية والوقاية وعدم الإفلات من العقاب ويعني والتكفل والتعويض، كما أنه لا يستجيب إلى الإشكالات يعني إشكالات ديال الواقع ديال اللي كيعيشوه النساء المغربيات والحالات العنف يعني المرتفعة اللي احنا كنشوفوها في هذه الأيام هذه وفي هذه يعني غير هذه السنة، إلا هضرنا غير على هذه السنة هذه يعني النسب ديال العنف المهولة والأرقام الصادمة اللي اعطاها رئيس مجلس المستشارين يعني على العنف ضد النساء، واللي يعني القانون لا يستجيب لها، وخاصة إلا هضرنا على الحالات ديال إكرام الفتاة اللي اغتصبوها 8 المراهقين، الحالة ديال محاولة اغتصاب ديال فتاة الحافلة، الحالة ديال مفاتيحة، الحالة عندنا حالة الآن حالة ديال فتاة قاصر اغتصبت، فتاة اللي هي مجتهدة يعني كتجيب نقاط اغتصبت حامل، اش غايدير ليها المشرع ولا اش يدير ليها القانون، اش غتقدم ليها الدولة لهذه الفتاة، خاصة أنها دابا انقطعت
الدراسة، الأسرة ديالها جرت عليها مشاكل متعددة، كيفاش المعالجة ديال هاد يعني ديال هاد الحالات هادو. بغينا قانون 113 يستجب الواقع، يستجب المتطلبات الحركة النسائية، يستجب التطلعات النساء المغربيات والفتيات المغربيات. احنا كفيدرالية رابطة حقوق النساء درنا قراءة لهاد الصيغة هذه ديال 20، يعني الصيغة ديال مشروع قانون 113، الصيغة ديال 20 يوليوز، قدمناها لجميع فرق يعني الفرق ديال مجلس المستشارين، رسلناها لكم. ما عرفتش واش خصني يعني نعدد بعض المقترحات بين هاد يعني بين المقترحات. اعتماد قانون مستقل وشامل بدل القانون يعني اللي كاين دابا، اللي هو مجرد يعني تعديلات جزئيه على القانون الجنائي. وحنا اصلا القانون الجنائي كنطالبوا بتعديل الفلسفه ديالو والمقتضيات ديالو باش انها تستجب يعني المتطلبات ديال العصر والتحولات المجتمعيه، ويعني وتكون والمقاربه النوع وحقوق الانسان والمساواه. اعتماد قانون مختص بالعنف ضد النساء يعني المبني على الجنس، لحقاش المشروع الحالي كيهضر دخل الفروع ودخل الاصول، وهذا الشيء كيتنافى مع اسباب النزول ديال هاد القانون. هذا القانون هذا كيكرس التمييز بين النساء، لحقاش هو كيهضر غير على النساء اللي قدموا مسطره امام القضاء، كيقصي النساء اللي كيعانيوا من حالات ديال العنف واللي ما كيستطعوش انهم يفتحوا المسطره ديال يعني المسطره في يطالبوا العداله، خاصه انه مجلس المستشارين هضر على الارقام، وهذا المندوبيه الساميه للتخطيط هضرات على عطات لنا 62% ديال النساء كيعانيوا من العنف، 55% من هاد النساء هو عنف زوجي، فقط 3% اللي كيستطعوا انهم يديروا شكايات، وغي 1% اللي كيستطعوا انهم يكمروا المسطره. اذن فينا هي النسب الاخرى اللي ما كيهضرش ما كيعالجهاش هذا القانون هذا. ما العيب ولا ما الضرر الى اعتمد المغرب التعريف الدولي للعنف؟ شكرا سميرة، لانه القاعة كيقولوا لنا باش نصوبوا، كاينين موراك جوج المتدخلين. ما نصفتينيش اتوريا، ما نصفتينيش، يمكن ما عرفتش ندبر شويه الزمن. بطبيعة الحال درتي تمييز ومجلس نقولها مجلس ديروا لك لا ما كاين حتى مشكل، لا كتكسر التمييز في حقي ما شئت، فانا واخا ملتمس اخير كنلتمس انه المجلس المستشارين تكون عنده الجرأة السياسية، وانه يدير مراجعة شاملة لمشروع قانون 113، ويعطينا مشروع قانون يعني يعطينا قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء بأبعاده الوقائية والحمائية والزجرية والتعويض وجبر الضرر. تكون عند مجلس المستشارين الجرأة الحقيقية والسياسية باش انه يحمي النساء المغربيات ويحمي الفتيات المغربيات من العنف، وشكرا. شكرا عزيزتي، ولكن تحملين مجلس المستشارين ما لا طاقة له به، ولكن ورغم ذلك فنحن نعدك نحن كمستشارات حاضرات معك أننا نتبنى كل الأطروحات. الآن أعطي الكلمة للسي عزوز وبعده السيدة بشرى. ما كاين حتى مشكل، لا بالعكس. أنا ولن شكرا مرة أخرى سيدة الرئيسة، لن أجيب على الإشكاليات المطروحة، كثير منها بطبيعة الحال على مستوى المفاهيم نتقاسمها بدون شك. أنا ما بغيتش، هو كانت الكلمة عند السي عزوز في إطار التفاعل، من بعد هو قال لي لا عينه احنا يا
سيدة ممثلة الوزارة هي جاءت لتقديم العرض ووجهة نظر الوزارة، فأنها تاهو ما غيتفاعلوا في إطار النقاش ما كاين حتى شي مشكل. السي عزوز بغى يتكلم غنسمعوا له وغنستمروا، لأننا الآن لن نأخذ قرارا، حنا جينا كمستشارين وهذا بغينا نسمعوا جميع الآراء، وهي راه ما غتجاوب ماشي زعما عندها سلطة الجواب عليكم، ولكن بعد التوضيحات لا بأس لا بأس. لا 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 هي ماشي هذه ماشي رد على تدخلاتكم، ولكن ارسأت انها غادي تزيد توضيحات اخرى يا سي عزوز، لا باس في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيده الرئيسه على سعه الصدر، سيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، سيدات والساده، اولا سعيد بانني موجود مع هامات حقوقيه وهامات قانونيه، ولا بد كان وأنا أستمع وبإمعان لمجموعة من التدخلات التي أتفق معها ومع خطها، على اعتبار أن لنا جميعا طموحا كبير فيما يخص حماية كرامة المرأة. أتفق معها وتتفقون كذلك معي على أن فعل العنف هو يشكل جريمة. أردنا سمينا كما بغينا نسميه، هو جريمة. فيما بغينا نحطوه غادي نحطوه في القانون الجنائي، غادي نحطوه في قانون خاص، قانون شامل، تيبقى جريمة. هذه يعني هذا منطلق. ما يحز في نفسي صراحة وأنا هنا أتكلم كتقني، هو أننا في هذه الأيام أصبحنا نضع مقارنات فيما أننا تنتكلموا على قانون ولا مشروع قانون مغربي، ونتكلم على تجارب ما لها وما عليها، ولكن يجب أن نعلم أشياء لابد أننا نتقاسمها. صحيح أن هذا المشروع هو تراكم لعمل، ربما كيف ما شرط الأستاذة أنه بدأ في 2006، و2006 القصة كيف كانت، فهي كانت تتأرجح ما بين آفاق تعديل قانون جنائي منصف للمرأة حاميها من العنف، ثم وسعنا الآفاق نحو قانون للقضاء على العنف الأسري، ثم وسعنا الآفاق أو ضيقناها العنف الزوجي، ثم جاءت يعني التراكمات حتى أصبحنا نتكلم على القانون خاص. ما بين المرحلتين أو هاته المراحل كان الكلام أو كان العمل منصب على قانون يغير ويتمم مجموعة القانون الجنائي. إذن هادو حقائق خاصنا نعرفوا السيارات المسارات ديالها، وأن الجميع كان خارط في هاد السيرورة والجميع كان اشتغل على هاد الضوء. حتى المذكرات التي تقدمت بها مجموعة من الفعاليات الحقوقية هي كانت تصب في هاد هذا. طموحنا كبير فعلا أننا بغينا قانون شامل، بغينا الأهداف، بغينا الديباجة، بغينا مجموعه ديال الامور. علاش واش ما تزيدش معنا حنا كمغاربه حنا نديروا الاهداف وتحنا اننا نديروا الديباجه، وتحنا يكون عندنا واحد المجموعه ديال الافاق اللي تفتح لنا في هذا الوجه. ولكن اللي نكونوا اننا واعيين به، وهنا راه كاين معنا الحمد لله السيدات الفاضلات المختصات القانونيين، اننا نعرفوا النمط الليجيستيكي ديال التشريع المغربي، يعني السقف الذي يحيله التشريع المغربي. سمعت يعني هادو إشارات نكونوا واضحين، وهذا تنقولوا مثلا الميزانية، تنقولوا مثلا ممثل وزارة العدل، تنقولوا مثلا اللجنة الوطنية يكونوا فيها هذا، تنجيو تنعطيو مثال ديال القانون التونسي أنه مشى الوزارات بعينها. هل هذا يتيحه الدستور المغربي؟ لا يتيحه الدستور المغربي هذا. لا لا احنا هنا باش انا لست هنا بردود الاستاذ الرقاني، انا هنا لست بردود، انا افكار. لا لا استاذه خديجه، لا لا ليس اخر من يتدخل، لست باخر حيت هو رد. غادي 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 نفتحوا واحد الفصل 72 الاخت، الفصل 71 والفصل 72 واضح، مجال التشريع واضح ومجال التنظيم واضح، لا يمكن للمشرع أن يعتدي على مجال التنظيم ويأمر رئيس السلطة التنظيمية أو بأنه بأن يعين فلان أو الجهاز الفلاني أو الجهاز الفلاني. هذا من جهة. من جهة أخرى وحنا نتكلم عن النسق،
ولكن أغفلنا شيء وهو شيء مهم جدا. أستاذة خديجة، خديجة أستاذة خديجة الرجالي، أنا سأعطيك الكلمة من بعد، أنا سأعطيك الكلمة باسم ربيع الكرامة من بعد، سأعطيك الكلمة في الأخير لأنه الأستاذ عنده تساؤلات لعيب، وسأعطيك الكلمة باسم ربيع الكرامة إذا اتفقت الأخوات. فهذا شكرا، شكرا سيدة الرئيسة على سعة الصدر. ونحن نتكلم على مجموعة من المواد الواردة في القانون على اعتبارها أنها متممة ومغيرة للقانون الجنائي. نعم، ولكن ولا اسمح لي سي عزوز، الملاحظة اللي كيديروا الأخوات هو أنك تجيبهم، وإلا اسمح لي إلا سمحتوا الأخوات، لا أوضح. لا أنا أوضح ولا أجيب، إلا سمحتوا أنا أوضح ولا أجيب، أنا لا أجيب. إحنا كنا غاديين مزيانين، إلا كنا غاديين مزيانين ماشي، لا 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 ناقش دخلت تجاوزت 35 دقيقة. أنا غنخلي أنا نجحنا، إلا سمحتوا لي، إلا سمحتوا لي الأخت سميرة أنا لم أتمم جملتي، الأخت سميرة وأخت سميرة تكون معارض، الأخت سميرة أظن أنني أسير، أنا غادي ندير ملاحظة. اسمحي لك أخت سميرة، الأخت سميرة إلا سمحتو راه خاص يكون الخاطر واسع، راه خاص يكون الخاطر واسع، وما جيناش لا 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 لن أعطي نقط نظام، ما جيناش باش غادي نديروا النقاش هكا. انا اتكلم مع الاستاذ اولا فلنسمع لبعضنا بعض. الاستاذ طلب مني الكلمه وكنسجل، غادي نعطيه الكلمه. انا الان كندير له الملاحظه، الا كنتو كتعطيو التقدير للتسيير، انا كندير الملاحظه للاستاذ، كنقول له بانه يناقش بدون انه ما يقول وقالت الاحاله على الاستاذات والجواب على الاستاذات. غتعطي رايك كتقني، ايه ماشي كل مره كتقول وقيله وقلنا، اعطينا رايك ومازال ان هذا حول المشروع وكيتكلم عليه بلا ما يحيل على انه كيجاوب على الاستاذات فقط. ما عطيتكش الكلمة، ولكن إذا كنا نؤمن بالنقاش نؤمن بأننا نصمتوا لبعضنا بعض. اللحظة التي نعيشها هي لحظة راها ماشي سهلة، ما سهلاش علينا كحركة نسائية التي نضلت، وأنا كفيني كنشوف هاد القاعة مجموعة الوجوه راني عارفة وعشنا معكم مجموعة المحطات، واللحظة التي نعيشها تطلب منا أننا نكون القشابة واسعة، لا تظنون أن كل ما نسمعه راحنا هذا. إذن سيد أنا ما يمكنليش يطلب مني الكلمة وما نعطيها لوش، أنا أعطيه الكلمة، بغيتوا الرغبون شكون اللي عندهم رغبة نزيدوا نستمروا. أنا قلت لكم بأنه باسم ربيع الكرامة غنعاود نعطي الكلمة إلى اتفقتم الأخت خديجة حتى هي في إطار التفاعل. حنا ما جيناش هنايا باش نتواجهوا وجها لوجه وغنخرجوا هذا النهار بشي حاجة، هناك ملتمس لأن العمل كله تقني، هناك ما طرحته الأستاذة فيما يخص السحب ووضعوا بطلب السحب من رئيس الحكومة، يعني هناك مجموعة الأشياء، احنا في إطار الاستماع استمعنا لمجموعة الأشياء واستفدنا كأعضاء في لجنة التشريع اللي حرصنا باش يكون هذا اليوم، واستفدت الأخوات المستشارات. إذن راحنا on va pas régler le problème et maintenant et tout de suite et en ce moment nous sommes en train de débattre. وما غنخرجوش بغالب ومغلوب، ولكن كل واحد فينا راه عارف الطريقه باش غادي يمكن له يشتغل من بعد. اذا احنا
كندبروا هذا اليوم فيه كان راه كنا عشنا نقاشات الاخوات راه كيعقلوا على خطط ادماج المراه في التنميه. اذا انا اعطي للسيد عزوز واطلب منه والتمس منه الله يخليك بدون احاله قلتم وقلنا والا غادي نوليو، وكنطلب من الاستاذات كذلك الله يخليكم سعه الصدر والملتمس ديالكم هو عندنا. تفضلوا ممثل الوزراء الرفيق ديالكم هذا الى سمحتوا. لا ماشي غادي نبقاو نديروا هكا. انا ومن المفروض انا كنت كنظن انكم غتساعدونا على تدبير اليوم. تفضل استاذ غتسمح لي ما نعطيكش الكلمه صافي. تفضل استاذ. شكرا الاخوات الكريمات. الى انا هنا ماشي على اساس انني باش غادي نسجل موقف ولا شيء من هذا القبيل، ولكن الافكار اللي طرحتوها راه افكار ماشي سهله باش نتفقوا. الاقتراحات اللي تقترح راه ماشي سهله، والعمل اللي تقوموا به ولا الافكار راه افكار تاطيريه، وهذا العمل هو عمل وطني. نحيدوا القبعات ديالنا كيف شارت الاستاذه، لا معارضه ولا هذا ولا اداره ولا هذا. حنا مغاربه وما نبغيو البلد ديالنا الا شي حاجه اللي تكون في المستوى، ولكن انا فقط اذكر بالاكراهات. هناك اكراهات على المشرع في حد ذاته. الاكراهات انا شرت الاكراه الاول هو مجال التنظيم ومجال التشريع، هذا راه ما خصناش ما يمكنش لنا اننا ننساوه. الاكراه الثاني هو المنظومه ديال الزجر والمنظومه ديال العقاب عندنا، راه ولو انها في نصوص متشتته. نمشيو معكم ابعد الى ظاهر 74 ديال محاربه المخدرات الى قانون التجاره في البشر، راه تتبقى داخله في اطار المنظومه الزجريه. ان كيف قالت الاستاذه الفاضله يضعها القاضي على يساره ويكتب الحكم بيمينه كما بغات تكون، وبالتالي ان هذه تكون عندنا هذه القناعه. الشيء الثاني اللي خاصني انا بغيت انني غير ان نتقاسموا معكم هو انكم راه ما لاحظتوش على اساس ان هذا القانون هو محاربه العنف المبني على الجنس، يعني انه الفعل الجرمي عندما يرتكب في حق المراه بسبب جنسها، اما باقي الافعال التي نطالب على اساس اننا خاصه انها تدخل راه كاين. واش حنا عدمنا مجموعات القانون الجنائي؟ الضرب والاعتداء والجرح والاغتصاب وما الى ذلك يبقى افعال مجرمه اصلا، ولكن هذا القانون جاء للتشديد اذا مست المراه بسبب جنسها، وهذا هو لو بليس هو انه جاء من اجل انه يوضع لنا واحد الجرائم اللي ربما المجموعه ديال القانون الجنائي ما فطناتش لها، جاء باش انه يوضع لنا واحد المنظومه حمائيه للمسطره الجنائيه بالفصل 82 وما بعدها ما فطناتش لهذوك المسائل. وبالتالي اننا الوقت اللي نتكلموا راه كاين مسائل، هنا مشينا غير القانون ديال التجاره في البشر راه فيه واحد المجموعه ديال الامور اللي هي ذات صله بالعنف بالمراه، وبالتالي الا بغينا نقراو هذا النظام ديالنا نقراوه في شموليته. الاخوان في تونس القانون يبيح لهم، ولو انني انا ما فهمت والو بيني وبينكم راه ما فهمت والو ما بين الفصل 46 عندهم والفصل 64 والفصل 65 من القانون التونسي. تيقولوا هما قانون اساسي اللي هو القانون التنظيمي عندنا، وشوف يعني الدرجات، وتيقول لك في القانون في الفصل 65 64 على اساس ان التجريم والعقاب والمسطره انها تكون في قانون عادي، وتيجي القانون الاساسي وتيدير كاينه ظرفيه سياسيه الخوت عند هذوك الناس، واحد الظرفيه معينه اللي خلات هذيك الامور باش تجي. ما غاديش نمشيو اننا نديروا واحد النوع من الهرواله نحو واحد النموذج اللي حنا ما نقدوش نمشيو فيه هذاك النموذج، لان المنظومه ديالنا والنظام الليجيستيكي ديالنا والبناء ديال النصوص القانونيه ديالنا ان راه ما يمكنش اننا غادي اننا نقدروا نمشيو فيه. مسائل اخرى اللي هي دقيقه واللي هي تتعرض لواحد المجموعه ديال الامور اللي تيبان على اساس ان القانون انه يعني ما خداهاش ولا ما كايناش في القانون، فربما ان بعض الاحيان
كانت ربما قراءة في القانون السابق في المشروع القانون السابق ديال يعني ما قبل 2013 واللي بحال مثلا الاستشفاء ديال الإحالة على الاستشفاء بحال المسألة ديال بقات واحد المسألة اللي هي ديال شرط أخيرة ديال شرط عدم العلم بالحمل هذه بغيت نقول فيها مسألة احنا تنعرفوا المادة الجنائية هي مبنية على قسمين أو على قائمتين أساسية هو الركن المادي والركن المعنوي لا يمكن تجريم شخص بدون علمه وقصده بتلك الجريمة أما الضرب والجرح ديال 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 السيدة ولا كانت حاملة ولا راه كاين شي في القانون الجنائي الأصلي هذا غير بسبب الجنس وبالتالي العلم أنه فعلا أنها حاملة بغي يحيد ليها الحمل أو حاملة بغي يتكرفص عليها وشكرا. هناك تدخل آخر ديال بشرة وأنا قلت الأخوات ربيع الكرامة إلا كان عندهم شي تعقيب بسيط في إطار التفاعل دائما في إطار التفاعل وغيكون آخر يلا سيدة بشرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بشرة عبد الدايم المنظمة الديمقراطية للشغل. بداية بعد عندي واحد الملاحظة حول التسيير وهذا من حقنا احنا كنساء يعني كمجتمع مدني عندنا الحق. الأخت تورية كان إجحاف أولا في من ناحية تحديد الوقت لأن بعض الأخوات أنا كان ظن على أنه كان من الممكن أن يكون في المداخلات وليس في التدخلات هذه بداية. ثانيا على أنه مثلا إذا كنا احنا كاملات مجمعات على أن هذا القانون يعني سيخرج معاقا وبالتالي علاش احنا مثلا احنا اليوم كنناقشوا هذه الاولى يعني ان واحد وقت كنا كاملين وقعنا على عريضه لسحب هذا القانون لكن كيف قالت الاخت ان نستنطوا لهم ومن بعد ما نديروا برايهم. انا كان ملاحظة الثانية هي على مثلا على الاخوات البرلمانيات اللي ما حضروش احنا ما قلناش كل شيء يحضر احنا قلنا على الاقل نشوف واحد يعني واحد النخبة كتمثلنا في مجلس المستشارين اللي بغينا يعني والله لمن يحقرتك ومن يحقر حتى شي واحد اكيد ولكن بالنسبة لحضوركم احنا حضوركم غادي يكون عندنا تشجيع ويفتح شهيدنا على اننا غادي نناقشوا هذا القانون او لهذه المضامين بكل يعني عالمات بانه كاين نساء غادي يدافعوا وغادي يشرعوا هذه المساله. لذلك حنا حتى المساله ديال انني قبيله استنطت وسمعت لواحد الاخت قالت الوازع الديني حنا بغينا منظومه قيميه يعني فيها الاخلاق فيها الدين فيها كل شيء يعني اللي تكلمنا على الدين غنجبروا ان العنف يمارس على النساء اكثر النساء هم الرجال يعني المتدينين ورا يعني والفيسبوك وهذا راه كاين امثله كثيره. كذلك على انه انا مثلا ما غاديش نتكلم في المضامين لانه الاخوات استوفت واستكفت يعني جميع النقط وتبارك الله ما شاء الله احنا النساء اللي يعني اسمو عارفين ما لنا وما علينا لكن احنا من هذه القاعة من قدو قاع نقنعوا حتى انفسنا يعني في نقاش ديمقراطي هذا كذا وحداثي وكذا يعني كيفاش ممكن اننا نقنعوا نساء خارج هذه القاعة لانه اليوم المرأة التي يمارس عليها العنف بعض الاحيان برغبة منها وما كتبلغش والغير مبلغات اكثر من يعني بمئات مئات مئات من النساء وربما الالاف من النساء اللي كيبلغوا واللي كيوصلوا عند المسطره القانونيه او القضائيه كتجبر القاضي كيدير السلطه التقديريه هذه المره تقد ترجع لراجلها وتقد هذاك يعني كيدير شويه ديال سمو باش حتى هو كيستحضر يعني المعطى السوسيو ثقافي والبعد الثقافي كرجل. لذلك احنا اليوم احنا ما محتاجينش مثلا على انه هذا الراجل احنا اللي غادي نحملوا المسؤوليه ولكن نحملوا مسؤوليه لانفسنا نحن النساء كيفاش ممكن اننا نخلقوا باش انا نلخص هادشي كامل كيفاش نخلقوا واحد جبهه وطنيه نسائيه قادره على انها تشد هذا القانون وتوضعه هنا وكيف قالت الاخت انها تجبد باليمين وتكتب قانون يليق بكرامتنا يليق بمجتمع حداثي ديمقراطي يعني بدون أدلجة لا الدين ولا كذا نحيدوا علينا الدين. الأستاذ تكلم على أن المواثيق الدولية هي تسمو على الدستور ورأنا احنا صادقنا كمغاربة وكمغرب وانخرطنا في المنظومة الدولية لحقوق المرأة وحقوق الإنسان يعني ما نجيوش اليوم ونتراجعوا ونقولوا لا حق الدين حق هذا حق هذا كذا لا خصنا نمشوا في واحد يعني مشينا في واحد مصر جلالة الملك قال بأنه هذه الحكومة فشلت إذا مادام فشلت يعني حتى الفشل ديال المنظومة القانونية اللي جات بها حتى هي كذلك يجب إلغاؤها. واسمحوا لي هذا رأيي الخاص ورأي مجموعة ديال الفعاليات النسائية اليوم حاضرة في هذه المائدة واللي تكلمت بوضوح ولما كنتوا لا يتسمعوا لنا يعني لا مجال لمناقشة نعاودوا نحضروا ونناقشوا ونجبروا الباب مسدود لا اجتمعوا بهم ويتكلموا ويقولوا المسائل اللي هذا ولكن من بعد كان
كنعتبر الاستاذ اليوم راه يعني انا اعتبرت هذه اجابه اعتبرته يجيب عن يعني المداخلات اللي كانت اليوم اعتبرته على انها اجابه وهي اجابه ديال الحكومه تجاه الفعاليات النسائيه والحركه النسائيه في المغرب. وشكرا ويدا في يد ممكن اننا نديروا ما ينفع المغربيات ومصلحه المغربيات. شكرا عزيزتي وانا اسجل كل ملامه اللي درتي ليا بحب وغادي نعاود نجي وغنعاود نتلاقاو. غير هو باش نقول لكم الاخوات المستشارات الحاضرات بيننا كاينه الاخت وفاء القاضي عن الاتحاد المغربي للشغل، اخت رجاء الكساب عن الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، اخت فاطمه الزهراء اليحيوي عن الاتحاد المغربي للشغل، وتغيب الاخت امل وتعتذر لانها هي بلغتنا ونحن في اللقاء. وكانت معنا نجاة، الاخت نجاة اللي غتمشي للجديده وعندها ابن ديالها خاصها تمشي تشوفو، وكانت الاخت خديجه الزومي. الان انا 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 كنقول لكم الاخوات حنا نسمع ومعنا، انا كنقول لكم رمزيات رئيس مجلس المستشارين الا سمحتي لي كمال لا ما تديرش النقاشات الثنائيه، فنحن جئنا لنستمع. ما أجمل أن نستمع لبعضنا البعض رغم اختلاف وجهات نظرنا، ويمكن غنخرجوا اليوم نكونوا أثرنا، إلا ما أثرناش 100% 99 صفر فاصلة المهم. وماشي نجي ونقولوا أين هم وأين أنتم. كتعرفوا بعد أولا مجلس المستشارين عنده واحد الخاصية، الممثلين ديالو هم ممثلين عن الجهات ويكون عندهم التزامات في الجهات ديالهم. ونقول لكم واحد الحاجة، اجتهاد هاد الاخوات الحاضرات هنايا راهم بمثابه ما عرفت شنو، وكاين قلت لكم الموظفين، اخ موظف ديال حزب الاستقلال، الاطر كلهم راهم حاضرين وكيصاوبوا وكيدونوا، وجينا نسمعوا لبعضنا بعض. انا قلت واش ربيع الكرم ما باقي حتى هو باغي يزيد شي كلمه باش ما يحسوش؟ غنزيد واحد الكلمه وستكون اخر تدخل، ما غاديش نطول، نعطيك ترتيب وانا غنعرف. إذا نعطيو، لا لا دابا لا دابا حنا ما جيناش. ايوا التفاعل الايجابي حيت هو قال بعض الاشياء، حسيت بربيع الكرامه كيحاولوا كل مره يجاوبوا، قلت لهم انايا الاخوات خليوا الاخ يكمل، وحتى انتم الا عندكم شي حاجه باش تجاوبوا. اوني با دون هذا. الاستاذه عندها سؤال، نقدروا نعطيو السؤال؟ السؤال غادي تعاودي تردي لنا يا استاذتي. ستندمج في القانون الجنائي، علاش نغلطوا هاد الناس هادو كلهم هاد السنوات كلهم نسميوه قانون محاربة العنف؟ صافي. إذا شكرا سيدة الرئيسة، في الحق انا ما كنتش غنتدخل لولا يعني كنا جينا على مجتمعين كنناقشوا واحد القضيه اللي عليها يعني اجماع، ما فيهاش مساله رابح خاسر، كاملين رابحين الا مشى هذا القانون تطبق ونقدنا يعني وقدرنا نحاربوا هذه القضيه ولا نقضيوا هذه الظاهره او نقضيوا عليها. ولكن باش يتسجل داخل لقاء اللي هو نعتبره رسمي بحضور رئيس مجلس المستشارين، انا لما تكلمت على الوزيع الديني من باب الوقايه ما نسمحش. اخت ما عندك دراسه اعطيها لنا باش تقول ان اكثر المعرضات للعنف هي من قبل رجال الدين. اولا احنا ما عندناش رجال الدين في المغرب، ثانيا ان المواثيق احنا ماشي ضدها، كاين قوانين تسمح ولكن بما يتجاوب ويراعي الخصوصيه ديال المغرب، ما يمكنش نعملوا احنا شي حاجه اللي هو اصلا لا تتماشى مع مرجعيه منصوص عليها في الدستور. فالله يخليكم خلونا ما تجروناش شي مسائل. اعتقد ان عندنا تجربه في الخطه، ما خصناش نوصلوا الى الان، الحمد لله كاين مرونه في التعامل. لاحظتوا في الكلام ديالي ما كانت حتى شي حاجه باستثناء الجانب الوقائي اللي قلت، وهذا
هذا الشيء بغيناه ولا كرهناه راه الا تفاعلنا جميع كمجتمع الائمه ومجالس العلميه وما يبقاوش نهضروا غير على امور اللي هي ها حلال وها حرام وندخلوا في هذا الجانب الوقائي ونبينوا بالفعل ان المراه راه معززه مكرمه وخصها تتكرم. هذا الشيء كنظن ما كلشي فيه شي عيب. شكرا جزيلا. وصل الجواب ديالك جوج دقائق الاخت خديجه كذلك واغلق المناقشه. انا غير بغيت نوضح هو ان احنا في يعني في منهجيتنا ديال العمل داخل الحركه النسائيه الديمقراطيه وخاصه في تحالف ربيع الكرامه انا كنشتغلوا على تشريعات المقارنه باش نشوفوا فين وصلت الدول الاخرى وفين وصلت تجربتها وخبرتها في هذا المجال. وحتى يعني الوزارات راه كتكلف الدوله ماليه كبيره في انها كتمشي وكتطالع على تجارب اخرى. مثلا وزاره التضامن ما خلاتش دوله ما مشاتش فيها لفقر. واش كنمشيو نديروا هذا الشيء؟ ما بغيناش نتكلموا عليه ولكن الان انا مضطره. واش هاد التجارب كلها اللي طالعت عليها الوزاره انا كنجي كتعطينا هاد النموذج ديال القانون؟ نموذج ديال القانون تونس علاش جبدناها؟ علاش ذكرنا؟ لان عندنا الكثير من المشترك معها السياسي وديني وافريقي واجتماعي وثقافي وكل شيء اللي بغينا. حتى هي عندها النسق الثقافي وحتى هي عندها التمثلات وحتى هي عندها بزاف الحوايج ومع ذلك تمكنت تجيب هذا القانون. هذا القانون ملي كنعطيو كمثال ملي راه حنا مطالعين على العديد من التجارب، هذا ملي كنعطيو كمثال ماشي باش نقولوا اننا نديروا بحاله، مثلا في التقارير انهما كيرفعوا الرئيس الجمهوريه، انا ماشي قلت بان التقرير ديال اللجنه الوطنيه ترفع المؤسسه الملكيه. انا ما قلتش هذا الكلام باش اننا نتواجهوا بان عندنا سقف ولا عندنا شي امور، انا عطيته كمثال، يعني فين وصلوا؟ يعني اش بغيت نقول؟ اراده سياسيه لدى جميع المسؤولين والفاعلين، يعني حكومه وسلطه ورئيس دوله وكل شيء كاين اراده سياسيه. ولكن انا في التدخل ديال الاخ كيبان لي بانه يعني هذه الاراده السياسيه تقريبا بحال بين قوسين وبان كاينه مقاومه. كاينه مقاومه لواحد التصور ديال الحركه النسائيه الديمقراطيه لمناهضه العنف ضد النساء. انا كيبان لي بان هذه مقاومه للديمقراطيه، مقاومه لمشروع ديمقراطي، مقاومه للحداثه. أنا مسؤولة عما أقول، هذه مقاومة مشروع ديمقراطي حداثي، والمشروع الديمقراطي الحداثي الديمقراطي من التوابت ديال المملكة، واللي أقرها الدستور، وعلى ذكر الدستور باش ما نبقاش في إرادة سياسية وفي المقاومات، يعني أنا شخصياً جمعيتي لايم ديف من ضمن المسائل اللي طالبنا في مذكرتنا، أنا صافي دغيا، مذكرتنا ديال الدستور حنا طالبنا بحصر التشريع في يد السلطة التشريعية البرلمان، وحنا عارفين الفصل 71، الفصل 71 لا علاقة له بالموضوع اللي كنتكلموا عليه أخي، حرام عليك، كيقول لك ها فين كيدخل المشرع، واش حنا طلبنا من أن هذا المشرع يدير شي حاجة أخرى اللي ماشي هي؟ وثانيا ملي كنقولوا السقف، اش من سقف؟ راه السقف هو الدستور، مادام أن هذاك مشروع قانون ما غاديش يخرج على السقف ديال الدستور ما كاينش شي سقف اخر. فوق هادشي كله كاين واحد الكارد فو، شنو واحد السلطه رقابيه؟ المحكمه الدستوريه قبل ما كيتنشر في الجريده الرسميه كيتحال على المحكمه الدستوريه كتشوف دستوريه القانون. علاش حنا كنقيدوا حنا انفسنا؟ ثانيا ملي كنقولوا المشرع عنده واحد السقف، الحكومه ماشي مشرع، الحكومه ماشي مشرع، دير الحكومه وتخلي ان السلطه التشريعيه يعني دير العمل ديالها. لا بغيتيني نتوقف على لا توريا. ايوا ميرسي. ما دير التوقيت والقاعه والموظفين خاصهم يمشيو. المهم احنا بالنسبه لنا التقييم ديالنا كنعتبروه ايجابي لاننا حضرنا سمعنا الاراء ديال الاخوات، وكنقول لكل الاخوات اللي في الجمعيات ولا اللي في ائتلافات كل المذكرات اللي كتوافي بها مجلس المستشارين فنحن نعتمد عليها ونشتغل عليها. وأقول لكم على أن هناك تنسيق ما بيننا وما بين مجموعة ديال المستشارات في مجلس المستشارين مع الرئاسة حول أنه يكون مشاريع قوانين اللي كتتماشى مع العصر. الآن احنا غادي نقول لكم بأنه غادي نعتمدوا على مجموعة ديال الاقتراحات ديالكم. بالنسبة لنا احنا بعدا كنلتزموا بالنسبة للجميع، وبالنسبة لنا كنعتبروا بأنه كان يوما جميلا
في الحقيقة، لأنه تمكننا أننا في هذا الفضاء أن نسمع على الرأي والرأي الآخر، ولو أنه كنا كنتمنى أنه يكون الوقت أكثر، ولكن عندنا يعني مجموعة ديال انشغالات داخل البرلمان اللي ما كانتش كتسمح داخل مجلس المستشارين باش يكون عندنا الفضاء يوم كامل. شكرا لكن عزيزتي، شكرا لك السيد الرئيس لحضورك وتواجدك وسماعك.